السلام عليكم. اليوم حنحكوا على الـ Workplace Based Assessment. اوكي، حنبدو احنا من البداية ونبدو نمهدو لنوصلوا للـ Workplace Based Assessment. حنبدو أول شيء بتعريف التعلم. تعريف هذا استعملناه واجد من قبل، لكن دي مرد له لأنه هذا هو الهدف. الهدف أن الناس تتعلم، يبقى لازم كل شيء نبنوها على على الايم بتاعنا الليرنينج. شنو تعريف التعلم؟ الليرنينج، شنو هو الليرنينج؟ وهذا التعريف الستاندرد للليرنينج از ريليتيفلي بيرمننت تشينجز ان بيهافير. بيهافير هذا مقصود به حاجه من ثلاثه، يعني يا سكيلز يا نولج يا اتيتيود، ريزلتنج فروم ايدنتيفايبل سايكولوجيكال اور سوشيال اكسبيرينس. حنخوض جزء جزء باهي. اولا هو relatively permanent change، يعني هو تغيير دائم نسبيا، بمعنى انها ما هيش حاجه وقتيه وتعدي. يعني مثال ديما نقولوا فيه، لو قلت لكم على رقم تليفون توا، بعدها قلت لكم بعد دقيقتين قلت لكم قولوا لي الرقم اللي قلت لكم، تقريبا اغلبكم حتتذكروه. لكن لو جيت كم بكره قلت لكم الرقم اللي قلت لكم عليه امس كم، حدش حيتذكر. التذكر القصير الامد هذا ماهوش بيرمننت، وهذا بالتالي ما يعتبرش تعلم. تعلم لازم تدوم الحاجه نسبيا. طبعا ما فيش حاجه تدوم للابد، اي حاجه تتجاهلها لفتره طويله ممكن تضمر وتختفي، ولكن يدوم لفتره طويله نسبيا، هذا يسموه التعلم. هذه اول خاصيه في التعلم. الثانيه ان التعلم يكون في شنو؟ في مجال من مجالات ثلاثة دومينز اللي يصير فيه التعلم. الدومين المشهور عندنا كلنا نعرفوه هو المعرفة، النولج، انك تعرف تحفظ حاجات معلومات جديدة كذا. لكن في دومين ثاني هو السكيلز، المهارات. يعني الواحد اي صغير يقول لك تعلم المشي، صح؟ المشي هذه معرفة، هذه مهارة، حركة، ماسكولر، اي حاجة سايكوموتور يقولوا لها، اي حاجة فيها مصل هذه مهارة مش تعلمها. تعلم يسوق دراجة، هذيك سكيل. تعلم يسوق سيارة، هذه سكيل، لأن هذه ما تبيش حاجات ذهنية، تبي حاجات فيها حركة، هذه حركية. تعلم يكتب، الكتابة هي مهارة ما هيش معرفة. ممكن الحروف وكذا تحفظهم معرفة، لكن إنك ترسمهن بيدك هذه مهارة، حركة اليد وكذا. هاي تعلم يرسم، وهكذا. اي حاجه فيها سايكوموتور افكت هي مهاره جسديه، يعني ما هي. فهذا ثاني مجال في مجالات التعلم، يبقى يتعلم معرفه، يتعلم مهاره، يتعلم سلوك. السلوك يعني مثلا واحد، مش مرات يقول لك واحد تعلم الكذب، كانش يكذب، برغم انه تعلم ضار هذا، لكنه هو ما كانش يدير فيه، قاعد يدير فيه، هو سلوكه تغير، نوع من السلوك عنده تغير. باهي، فالتعلم قد يكون في السلوك حتى. باهي، فالتعلم اي حاجه من الثلاثه، قد يكون حاجه واحده او اثنين او هن الثلاثه مع بعض. نتيجة ايش التعلم يصير؟ resulting from identifiable psychological or social experience. يصير نتيجة خبرة معينة يتعرض لها المتعلم. الخبرة هذه قد تكون psychological، يعني مثلا ديما المثال نقولوا فيه ان الطفل لما تجي حاجة حامية ما تبيش يقربها، ديما تنبه فيه ما تقربش، حامية تحرقك، الطفل ما يقتنعش. هي منين ايش؟ يجرب يلمسها تلذع، ماشي يجي شورها. هو تعلم هنا، تعلم ان هذه مؤذيه، ماشي يجي شورها. هذه سايكولوجيكال اكسبيرينس، تعرض لها، تعلم منها سلوك معين. او سوشيال اكسبيرينس، سوشيال اكسبيرينس لما تتعامل انت مع الناس، يعني بمعنى كيف توه هذا التيتشنج هذا، هي اتس سوشيال اكسبيرينس.
تتعلم منها أنت حاجة، يا معرفة يا سلوك يا مهارة. فبيش نقوله تعلم لازم ينطبق عليه كل هالمواصفات هذين، لازم تكون فيه psychological or social experience تؤدي إلى تغير دائم نسبيا في واحدة من هالمجالات هذين، اللي هي النولج والله السكيلز والله الاتيتيود، اوكي، واحدة او اكثر منها. هذا اللي نسموه تعلم، ليرنينج. الليرنينج شيء يحدث دائما بدون حتى ما انت تقصد، وما تقدرش تتجنب التعلم، تقدرش تقول لا انا ما بيش نتعلم، انت تتعلم بشكل مستمر بغير حتى قصد. التعلم المقصود هذا يسموه education، انك انت دير خطة متعلم كذا بنقرا هذا هي كذا، لكن التعلم اوسع من مجرد التعلم المقصود. التعلم ممكن يكون مقصود او غير مقصود. التعلم غير مقصود كيف قلنا عليه، الطفل هذا اللي لمس الحاجة الحامية ولذعته وما كانش يقصد انه يتعلم، تعلم غصبا عنه. انت نفسك يوميا في حياتك اليومية تمر بتجارب غير مقصودة، انت تتعرض لمواقف تتعلم منهن، فانت مانكش هو انت نفسك امس، وانت امس مش انت اول امس، وانت اول امس مش انت السنه اللي فاتت. شو اللي تغير فيك؟ الاكسبيرينس بتاعك. الاكسبيرينس هي تعلم، احنا نقول هذا خبره الاكسبيرينس هي تعلم، هو تراكم تجارب يا سايكولوجيكال يا سوشيال اثرت فيك في انك اكتسبت نتيجتهن يا معرفه جديده يا مهاره جديده يا اتيتيود جديد، سلوك جديد. اوكي، واضح التعريف هناي؟ احنا الالتيميت جول بتاع الليرنينج انه يتغير سلوكك. ما ينفعش انك حافظ معلومات وما تتعاملش به. واضح؟ انت لو حفظت معلومات فانت عندك تعلمت في مجال المعرفه، لكن انت هو انت ما تغيرتش، يبقى انت سلوكك ما تغيرش، يبقى الهدف النهائي من التعلم ما صارش، لان احنا المفروض هدفنا من التعلم ان يتغير سلوكنا. بمعنى هناخذ مثال، عارفين الهاند هايجين، انك تاخذ تعقم ايديك بالالكهول وكذا، صح؟ انك تعرف ان الهاند هايجين ضروريه، هذه نولج. انك تعرف انك مثلا شنو انواع الانتيسبتيك اللي ممكن تستخدمها، هذه نولج. تعرف الكونسنتريشن بتاع الالكوهول مثلا اللي لازم تستخدمه، هذه نولج. اوكي، تعرف المده اللي تدير بها الهاند رابينج هذا باش تقعد انت سترايل، هذه نولج ممكن تاخذها في محاضره او تقراها انت في كتاب. هل يكفي هذاهي انك تمارسها؟ غالبا حتجي يقول بس انا ما عرفتش كيف الشيشه، كيف منين نزر البطنه بتاعها، كيف ندير ايديا هيك، الرابنج الميثود نفسها هي. فانت عندك نولج لكن ما عندكش سكيل. لما يعلموك كيف تديرها بالضبط اصبح عندك سكيل، فانت تو صار لك تعلم في مجالين، تو تعلمت معرفه وتعلمت مهاره. بس هل هذا يعني انك حتمارسها؟ كل كم واخذينهن؟ من منا قبل ما يخش للمريض يدير فيها، وكل ما يكمل فحص مريض يديرها، بين كل مريض ومريض يدير فيها هاند ديسانفكشن، من منا يدير فيها؟ نادر جدا. معناها احنا سلوكنا ما تغيرش، معناها الالتيميت جول بتاع الليرنينج ما صارش. احنا ندير ليش نعلمه فيها الطالب انه كيف يدير الهاند رابينج وشنو انواع، ليش نبوه يديرها؟ فهو تعلمها نظري وجاب في الامتحان 10 على 10 جاوبها في الام سي كيو، وامتحنت عليها في الاوسكي ودارها بيرفكت وجاب، ولما مشى المستشفى ما دارهاش. معناها انا علمت معرفه وعلمت سكيل، لكن فشلت في اني نغير اتيتيود بتاعه، السلوك بتاعه. فتغيير السلوك هن هذين بعض المراحل بتاعه، انه يتعلم المهاره والمعرفه والمهاره، لكن مش كافيات. لازم انا نركز على الاشياء اللي تغير له سلوك، هو هذا الهدف. انا هو في النهايه بيعدي نبيه يدير الحاجه هذه، علمته لكن ما يديرش فيها. يعلموك لما تسوق السياره لما بتلف لازم تدير فريتشه مؤشر،
وانت عارف عليش وعلموك كيف تديرها، لكن لما دي ما تديرش فيها سلوكك ما تغيرش برغم انك عندك المعرفه وعندك المهاره. باهي انا اصلا معلمها لك باش هيك، انت ماكش كتاب ولا مكتبه خزنوا فيك المعلومات، انت كل شيء تكتسبه مطلوب منك مارسة، والا شنو لازمه انك خزنت؟ هذا الليرنينج، وهذا هو الهدف بتاعنا من كل حاجه نديروا فيها في اي مؤسسه تعليميه. اكتبوا في مناهج، نكتبوا في اي اوز، نديروا في كومبتنسز، نديروا في كونتنت محتوى بتاع شنو يقرا الطالب من مواد وفي الماده شنو يقرا، نديروا في طرق تدريس، نديروا في طرق تقييم، نقولوا الطالب هذا ينجح ولا لا، نديروا له في وفروا في امكانيات في المعامل في الجامعه، نوفروا له في وسائل راحه. ليش؟ الهدف الوحيد كله بيش يتعلم. اذا كان ما تعلمش في النهايه بعد هذا كله معناها احنا ضيعوا في وقتنا، درنا هذين كلهن والطالب طلع ما تعلمش، وعلم قلنا بمعنى سلوكه تغير. انا قاعد يدير في حاجه اخرى مختلفه اللي نبيه يديرها انا. نجو لي مصطلح اخر، واضح التعلم توا؟ الليرنينج واضح؟ تمام. نجو لي مصطلح اخر، التقييم. اسسمنت، شنو هو الاسسمنت؟ ايفالويشن. اسسمنت هو الايفالويشن، والايفالويشن هو الاسسمنت. كويس. كلمة assessment وحدها معناها measurement، هاي. فكلمة assessment قاعدة حتى في غير التعلم، قاعدة في مكانات آخر تستخدم بمعنى مقياس measurement، هاي. لكن في التعلم لما نحكي على التعليم والتعلم learning assessment تعني measuring the learning، قياس التعلم، هاي. Assessment was the process of measuring and evaluating individual knowledge, skill and understanding of a particular subject or topic. نبي نقيس مدى اكتساب يا للمعرفة يا للمهارة يا للسلوك اللي احنا علمناه له. شو احنا قلنا هدفنا انه يكتسب هذين. انا درت الكل التيتشينج ميثودز وقعد معايا سنة كاملة، وفي نهاية السنة به هو تعلمهن ولا لا؟ كيف نعرف أنا؟ نعرف بالأسسمنت. الأسسمنت هو اللي يقيس مدى تعلم الطالب للأشياء اللي أنا علمت له، سواء كان الأشياء هذين في النولج والله في السكيلز والله في الأتيتيود دومينز. واضحة؟ يبقى الأسسمنت هو وسيلة لقياس مدى تعلم المتعلم او الطالب. واضحه لعند هنا؟ تمام. انواع الاسسمنت في اكثر من طريقه لتقسيم انواع الاسسمنت، لكن تونا همني الطريقه هذه. يقسموا فيه الى نوعين، سمتيف اسسمنت، يسموا فيه برضو اخرى هاي ستيك، او يسمون ايفالويشن، كلهن يعني سمتيف اسسمنت اللي هي عرفوها انها اسسمنت اوف learning، هو قياس التعلم، يعني تعلم والله ما تعلمش. هذا اللي نديروا فيه احنا للطالب في نهايه السنه، صح؟ نديروا له امتحان نظري وامتحان عملي، وبعدين نقيمه اللي تعلم شنو يصير له؟ ينجح يمشي السنه الاخرى. اللي نقص عن ليفل معين درجه معينه كات اوف دارينا احنا نعتبروه ما، لما نقول ما نجحش ليش فيلد؟ شو معناها؟ معناها نجح ما نجحش انه يتعلم، ما زال ما تعلمش، وبالتالي ما نخلصش باسنج للسنه الاخرى، نخلوه قاعد ممكن يدير دور ثاني، ولو ما نجحش فيه برضه ليش السبب؟ لانه ما تعلمش، والهدف احنا انه يتعلم، هذا ما زال ما تعلمش. الاشياء اللي من المهارات والسلوك والمعارف والمهارات والسلوكيات اللي نبوه يتعلمهن خلال السنه هذه ما وصلش للحد الادنى منهن اللي احنا نقول عليها درجه النجاح. وبالتالي السمتيف اسسمنت هو يحكم على المنتج،
هل المنتج بتاعي وصل للمواصفات المطلوبة أو مازال؟ المنتج بتاعك هو الطالب، أنت الطالب بتاعك وصل للمواصفات المطلوبة، يبقى خلاص فأنا ندير لاباس، يطلع من المرحلة هذه للمرحلة الأخرى، وفي نهاية الخمس سنين يتخرج نعطوه شهادته وأصبح مواصفات صيدلي مثلا، ونحن في الصيدلي. لو ما وصلش ما ينجح شيء قاعد. هذه الفكرة الصامتف أسسمنت، فأنا نقيس بها مدى تعلم الطالب للعلم اللي أنا قدمته له، سواء كان العلم هذا معرفة أو مهارة أو سلوك، وعندي حد أدنى لقبول التعلم هذا، أقل منه ما أقبلش. كويس، هنا في مشكلة أو أكثر من مشكلة. هذا هو التراديشنال العادي اللي ديما استخدمه فيه، لكن في عندنا فيه مشاكل. المشكلة الأولى هو أنه معتمد غالبا على عدد محدود جدا من الأسسمنتس. يعني امتحان الفاينل كم حيكون؟ هو امتحان واحد، بيبر واحد، ينجح فيها يسكت. شو اللي يصير؟ مرات تلقى طالب كويس وفترة الأسبوعين ثلاثة بتاع الامتحان صار له ظرف، ما قدرش يذاكر كويس، مش حيجاوب كويس صح في البيبر هذيك، هيسقط. وطالب آخر بوردر لاين، هو تعبان يدوبك ماسك روحه أو حتى أقل من البوردر لاين، لكن حصل تركيزات وحصل حد راجع معه وكذا باهي، ودار الامتحان جاب لك جاست باس بالطريقة هذا، هي حكمي كان معيب. الطالب اللي حقيقة تعلم ما نجحش، والطالب اللي هو مش متعلم نجح. ليش؟ لأن summative assessment يعتمد على very few number of assessments. هذا العيب الأول. العيب الثاني، أنا قاعد نحكم على المنتج. تبي معقولة الطالب هذا عنده مشكلة قاعد عندي سنة كاملة أنا ما عرفتش المشكلة إلا في نهاية السنة وسقطها؟ ليش ما انتبهت لش أنا من خلال في خلال السنة بأن عنده مشكلة في الجزئية الفلانية، ما نعدي نركز معه فيها ونخليه يتحسن؟ أنا هدفي مفروض أن كل الطلبة ينجحوا، ينجحوا بمعنى كلهم تعلموا، مش ينجحوا لأن بنبي نجحة، كلهم تعلموا، ولا نشن قاعد ندير هنا. ولازم نكتشف مشاكل التعلم أثناء السنة ونبدأ ندير فيه corrective actions، مش ما حدش يرسب عندي. إن هذا هدفي أنا، ما نجي الطالب هنا نجي قاعد هنا بش نعلمه. السامتف اسسمنت لأنه يصير في نهاية السنة عادة، وبالتالي ما عشان نقدر ندير خلاص قط الله غالب. لذلك بدأنا يطلع حاجة أخرى اسمها فورماتيف اسسمنت. الفورماتيف اسسمنت يسموا فيه اسسمنت فور ليرنينج، هذا اسسمنت اوف ليرنينج السامتف. هذا قياس التعلم، هذا هي قياس من أجل التعلم. يبقى هنا الهدف بتاعنا كان شنو؟ نحكمه على مستوى الطالب، لكن الهدف هنا هي ما نحكمش على مستوى الطالب، هدف بنكتشفه مشكلة الطالب، الهدف منها تعلم مش تقييم، فيسموه فيها الدياغنوستيك، تشخيصية أو تكوينية في اللي ترجم فيها، باش نعرف أنا مشكلة الطالب وين؟ أو مشكلة مرات المدرس وين؟ أو مشكلة المنهج وين؟ نعدي نصححها باش الطالب يتعلم قبل ما يوصل في الصامتف اسسمنت ويرسم. فأصبح عندي نوعين من الاسسمنت سكي، فورماتيف اسسمنت اللي هو الهدف منه التعلم، وصامتف اسسمنت اللي هو هدف منه قياس مدى التعلم. كلمة لو ستيك وهاي ستيك، لو ستيك معناها معلش درجات، أو درجات ضعيفة جدا لدرجة ما تأثرش أصلا الطالب ينجح ويسقط، بينما الهاي ستيك عليه درجات وعليه درجات مؤثرة اللي ممكن فعلا لو ما جابهنش يرسم. فلما ناخذ الكونسبت بتاع الفورماتيف اسسمنت يصبح عندنا learning is the key purpose of assessment، هدف التقييم هو التعلم، يعني احنا نسخره في كل حاجة من أجل التعلم. حتى التقييم هدفه الرئيسي
مش نشوفه تعلم والله ما تعلمش، هدف الرئيسي إنه يتعلم. التقييم اللي يصبح هدف الرئيسي إنه يتعلم هو الفورماتيف أسسمنت. كلير اللي عند هنا؟ لو قررنا اثنين هذين الأسسمنت أوف ليرنينج والأسسمنت فور ليرنينج، اللي هو هذا سميناه الصمتيف، الفور ليرنينج اللي هو الفورماتيف أسسمنت، والأوف ليرنينج اللي هو الصمتيف أسسمنت، يسموا فيه برضو إيفالويشن. الصمتيف يسموه إيفالويشن، لكن الفورماتيف ما يسموش إيفالويشن. الفورماتيف هو ongoing to improve learning، هو حاجة مستمرة أثناء السنة تدير فيها أنت كل يوم وكل أسبوع، باهي باش تكتشف بيها، لأن هدفها شنو؟ diagnostic، باش نكتشف identify areas for improvement، نكتشف بيها مشاكل الطالب، نكتشف بيها إذا كان عندنا teaching staff في عنده مشكلة وكذا مش ساعد الطلاب، نكتشف بيها إذا كان عندي مشاكل هنا في المنهج أو في مشاكل حتى مرت في الفاسيليتي اللي نستخدم فيه. فور امبروفمنت باش على طول ندير كوركتيف اكشنز باش الطالب ما يتاثرش التعلم بتاعه، باش لما يوصل لي في النهايه للسمتيف اسسمنت ما يحسبش نقول له، يبدا يقول لك ما احنا من اول السنه باين، نقول له ليش ما قلت لي من الاول؟ انا نكتشفها من الاول. وبالتالي هو بروسيس اورينتد، قاعد مركز على العمليه التعليميه day by day، يقيم فيها باهي ويدير في الكوركشنز، ولذلك هن فريكوينت وجدات الفورماتيف اسسمنت، ما هيش يقول لك ثلاثة أربعة، ممكن يوصلن عشرات، مرات يوصلن مئات في خلال المرحلة، مش خلال ال يعني البروجرام كله، مئات الاسسمنت يندار للطالب. الهدف منهن كلهن دايجنوستيك، مش نعرفوا المشاكل ونصلحون، بيش الطالب يتعلم فعلا. assessment for learning من اجل التعلم، مش باش نحكموا عليه ينفع ولا ما ينفعش، لا باش نخلوه يتعلم. ويناقضها قلنا summative assessment اللي يسموه evaluation، هو judgmental arrive at an overall grade، يحط لك انت مستواك شنو. product oriented مركز على المنتج ينفع ولا ما ينفعش، وقلنا هاي ستيك لنا عليه درجات. وان فريكوينت الصمتيف كان بتدير واحد، يعني عندي كم هنا ممكن الاند بلوك هذا صمتيف والاند اوف يير صمتيف، ففيري فيو وعليه درجه كبيره. يعني لو واحد يرسب في الامتحان بتاع الاند بلوك احتمال يرسب في الماده كلها، صعب انه لان عليه درجه كبيره. بينما الفورماتيف حتى لو رسب أنا أصلاً مش داير عليه درجات، أنا الهدف مش إنه ينصح ينجح ويرسب، هو الهدف إني نكتشف مشكلته ونصلحها له ونعطيه توجيه. أوكي؟ توجيه هذا يسموه فيدباك أو تغذية راجعة يترجموا فيها بالعربي. أنت كإكسبرت كتيتشر كتيوتر كبريسبتور باهي قاعد مع الطالب واكتشفت بتدير له في أسسمنت واكتشفت عنده مشكلة، هو مش فاهم هذه كويس، هو لا المفروض قاري حاجة أخرى قبل هذه، هو تنقص المعلومة هذه، تنقص المهارة هذه. هاي أنا درت دايجنوزس توا للمشكلة بتاعه، شخصت مشكلته ليش هو ما عرفش يجاوب هذا، مش بالعاقبة ليش ما جاوبتهاش صوت صفر، ما فيهاش صفر، فيهاش درجة، بس أنت ليش ما جاوبتهاش؟ أعطيتك كيس قلت لك أقراها وقول لي التشخيص بتاعها أو شنو علاجها وما عرفتش، أو جبتك في المعمل وقلت لك دير لي التركيبة هذه وما عرفتش، أنا قاعد نراقب فيك بنكتشف ليش أنت ما عرفتش تديرها. ما عرفتش تديرها لأن واحد اثنين ثلاثة أنا اللي شخصتها، نعدي نقولها لا نقمز معاه نعطيه فيدباك ولا فلان أنت عندك المشكلة واحد اثنين ثلاثة ولازم نحلوها بالطريقة الفلانية، محتاج أنك هذا بلان تديرها معه، خطة تصحيح، تقرا هذه وتراجع هذه وكذا واسبوع الجاي نشوفوك اخرى. انا اكتشفته في نفس الاسبوع اللي نعلم فيه صلحت له وندير له من جديد اسسمنت اخر باش نضمن انه تعلم. هذا هو الاسسمنت فور ليرنينج. الفيدباك هو الباك بون بتاع الاسسمنت فور ليرنينج.
إذا كأنك ما تديرش في فيدباك معناها ما تديرش في فورماتيف أسسمنت، ما تديرش في أسسمنت فور ليرنينج، لأن الطالب شو نعرفه مشكلته وين. الطالب مرات يقول لك بنراجع الامتحان، قال لا امتحان ممنوع مراجعة، شو الفايدة؟ مراجعة مهمة في الامتحان باش يكتشف هو غلط طوين. يقول أنا مانيش عارف إيش غلط أصلا، أو لا أنا اللي قلته عليها غلط أنا مقنع أنها صح، ليش غلط فهموها لي. يتعلم من خطأ، هو عارف قالوا له الام سي كيو هذه رقم 5 هو مجاوب مختار سي قالوا له سي غلط، باهي شنو استفدت أنا السي غلط؟ أنا مانيش عارف الصح شنو، شنو الصح؟ أنا محتاج فيدباك. جي قام زكا مكي الطلبة ونحلوا الام سي كيو مع بعضنا كله باهي ونتناقشوا ليش هذه صح وليش هذه غلط. هذا لما يصير بعد الامتحان هو عمليا الطالب قاعد يتعلم كل الأشياء اللي غلط فيهن، عرفهن غلط وليش غلط وعرف شنو الصح. هو قاعد أحسن ولا قاعد أسوأ؟ قاعد أحسن. ليش؟ لأني درت له فيدباك. هذا هو الفورماتيف أسسمنت. أوكي، الفورماتيف أسسمنت يساوي فيدباك. ما درتش فيدباك للطالب أنت ما تديرش في فورماتيف أسسمنت. الفيدباك كان بي يوزد باي ذا ليرنر تو، شنو حيستفيد الطالب؟ يا اما كونفيرمينج، لا انا طمنت معلومتي صح هو مجاوب صح، لما تجي انت تقول له اه مزبوط هذه اكدت له انت. التاكيد هذا هي مهم جدا للطالب ومريح له. او اد تو، ضفت له معلومه جديده ما كانش يعرفها زياده على اللي كان يعرفها. او ريبليس، بدلت له معلومه لا انت كنت تعرفها هكي، لا راي العكس، لغى معلومة وخشش معلومة جديدة. أو تيونينج، معلومته صح بس فيها شوية حاجة ماينور تبي تعديل بس. أو ريستراكشر، ما هو معلومات عارف لكن منظمات غلط، عاد ترتيبهن وبنى بهن مفهوم جديد. هيك حيستفيد هو من الفيدباك في حاجة من هذين. لما أنا أعطيه الماء الصح نخليه يدير ويغلط ونصحح له، تصحيحك له هذا هو الفيدباك. حيستفيد هو من الكوركشن هذا كيف؟ حاجة من هذين، سواء كانت في معرفة أو في مهارة أو في سلوك. واضحة الفكرة ولا لا؟ giving الفيدباك، كيف ينعطى الفيدباك؟ في نوعين من الفيدباك، في reinforcement feedback لما واحد يدير حاجة صح، هو دارها صح بس هو من جوا شاك، خايف تقعد غلط، ولو انت ما قلتلاش انها صح حيستمر شاك، مش عارف انا حدش قال لي كويس ولا لا. لازم دير له reinforcement، الصح تقول له صح مزبوط، فيها بريزر حتى شويه، فيها نوع من الانكارجمنت. وفي constructive feedback او corrective feedback، بس يقولها constructive، انا لما يغلط نبي نصلح لنا. اوكي، الأشياء يسموا فيهن to be improved، حتى لما تجي تدوي للطالب ما تقولهاش الحاجات اللي غلطت فيهن، ما تقولهاش غلط، تقول الأشياء اللي محتاجات تحسين، حتى مش تصحيح، تحسين. باهي؟ أو الحاجات اللي ممكن يكون أحسن من هيك، في نقاط عندك نشتغلوا عليها مش يقدر أحسن من هيك، حتى ما تقولهاش أنا حاجات غلط درتهن، لأن إحنا ما ندوروش في الغلط، لأن مجرد أنا قلت له غلط هو هذا نوع من التقييم، نوع من البانشمنت النفسي، مجرد تقول له غلط هو يتضايق صح؟ وانت عاقبته، مش هذا الهدف. الهدف انه هو قاعد هبي في التعلم، ما نضايقش، قول له اوكي عندك هذه وهذه درتن كويس ممتازات ما شاء الله عليك، في عندك نقطتين مفروض نشتغلوا عليهن شويه يقدر احسن، يا ريت تركز فيهن. هو فاهم انهن غلط لكن من غير ما انت تدير له انسلت، فحتى لذلك ما يسموش فيه، يسموا فيه constructive feedback باهي، حتى مش corrective. انا حطيت بين قوسين corrective باش تنفهم، لكن corrective تصحيحي، تصحيحي معناها انت غلط باهي، لا constructive بنائي يساعدك على بناء وضع احسن. تمام، التكنيك المشهور بتاع الفيدباك اللي هو الساندويتش تكنيك هذا، هي باهي مر علي كم كل كم، يقول لك كيف الساندوتش فوق خبزه وطا خبزه وفي الفايده في النص، هي مش بال، فيقول لك تبدا بالبوزيتيف فيدباك،
لما بتصلح الواحد حاجه ما تبداش تقول له غلط ليش دير هيك، حاول حينفر. ابدا قبل بالبوزيتيف، بالحاجه اللي دارها كويس، حتلقى له حاجه كويسه في اللي دارها. والله انت عجبتني، كنت في هذا ممتاز، درتها كويس طريقة بيرفكت، واضح انك متمكن منها وقريها او انك ممارسها واجد، باهي اثنيت عليه واعطيت الحاجه البوزيتيف. هو نفسيا جربوه حتى في ارواحكم، لما واحد اول ما يبدا ينقد فيك تتضايق، لما يبدا يشكرك ويقول لك حاجه كويسه قبل هني وبعدين يخشش الاخر تلقى روحك تتقبل فيها. فتعطي البوزيتيف قبل، بعدين ولا بس في عندنا كم حاجه محتاجين نشتغلوا عليهم، حتى مش حاجات غلط تقول لا ولا تصلحها، محتاجين نشتغلوا عليهم. لو كان يقدر احسن من هيك يا ريت، كان عندنا كويسات يقدر احسن من هيك، تعطيها لها بالطريقه هذه. هذا اللي يسموه الكونستراكتيف فيدباك، هذا هو الثمره اللي نبيها، هذا هو المهم. باهي لكن ما نبداش به هو، وقلت له 1 2 3 هذين يا ريت تركز عليهم، ذاكرهم كويس، تدرب عليهم، ما هذين بيشتقد وضعك احسن من هكاهي وكذا وخلاص، وبعدين بنكمل ما نسيبش هنا، نعاود له البوزيتيف من جديد. مش هو يقعد الكونستراكتيف جاي ما بين 2 بوزيتيف، فهي ياخذها يقبلها يمشي. يعني مثال هو مش ايديا لكن يوضح الفكره، يقول لك خلط السم بالعسل. فهي أنا نبي ياخذها كيف الدواء لما يقعد مر بتعطيه الواحد، هو الدواء مهم بس المريض ما يبيش ياخذه لأنه مر، شنو يديروا له؟ الأدوية أغلبها بتر طعمتهم صح؟ باراسيتامول ما فيش أمر منه، وبتعطيه لعيال صغار كيف؟ تحط له هذه الفليفرنج ايجنج، البوزيتيف فيدباك هذا الفليفرنج، باش ياخذ هو. بس المهم هو مش الفليفر، المهم هو الدواء، هو الكونستراكتيف فيدباك، بس مش يقبل هذا التكنيك. مش انت لما تديره ما تديرهاش غلط، ردوا من البدايه، الهدف النهائي هو التعلم. التعلم مش نحكم عليه، نحكم عليه باسسمنت. الاسسمنت قلنا في نوعين، فيه اسسمنت اوف ليرنينج، هذا يصير في النهايه بيو كان طلع ما ينفعش راحت السنه كلها. فالاسسمنت الاصح هو الاسسمنت فور learning، اللي هو نشخص به مشاكل الطالب وندير له كوركتيف اكشنز اثناء الدراسه، هي باش ما يوصلش في النهايه الا هو تمام متعلم. الاسسمنت فور ليرنينج الباك بون بتاعه شنو؟ هو الفيدباك، هو فورماتيف اسسمنت، بدون فيدباك مالهاش قيمه. الفيدباك هذا التكنيك بتاعه باهي، اللي هو الساندويتش تكنيك. اوكي لعند هنا كلير؟ فيش حاجة confusing؟ تمام. في طرق واجدة للأسسمنت فيهن الفيدباك جزء منها، بالتالي يعتبرن طرق بتاعت formative assessment، كيف الميني كيكس، الكلينيكال انكاونتر كاردز، كلينيكال ورك سامبلينج، البلايند بيشنت انكاونترز، الدايركت اوبزرفيشن اوف بروسيجر اور سكيل اللي يسموا فيها الدوبس، الكيس بيزد ديسكشن، المالتي سورس فيدباك، وفي غيرها. هذه طرق مشهوره بتاعت فورماتيف اسسمنت. نجو لموضوعنا احنا تونا، هذا وين ذكرت الورك بليس بيزد اسسمنت، الموضوع اللي انتم جايين عليه، بس هو كله مبني على اللي فات، بلاه ما مش هنعرف نشرحه. شنو الورك بليس بيزد اسسمنت؟ قلتوا انتم بدري بعض الاجابات. هو ميثود اوف اسيسنج ان انديفيدوال سكيل اور نولج اور كومبتنسي ان ريل ورك سيتنج. هذه فكرته. الاسسمنت يصير في مكان العمل الحقيقي، في الانفايرمنت بتاع العمل اثناء العمل. احنا كل الاسسمنتس اللي حكينا اللي نديروا فيهن نديروا فيهن في الجامعه صح؟ امتحان نظري يديره في القاعة، امتحان عملي يديره وين؟ كان هو يا معمل يا في الأوسكي يديره في سكيلز لاب صح؟ وين العمل الحقيقي هنا؟ هذين كلهن assessment methods، لكن ما هنش work place based assessment. الورك بليس بيزد assessment مش يقعد اسمه هكي، لازم يتم في مكان العمل الطبيعي، وين ما هو يشتغل، هو يمارس
في الديلي ورك بتاعه يندار له اسسمنت. مميزاته انه يكون فورماتيف، حتى هو الهدف منه، هدف الورك بليس بيزد اسسمنت الاساسي هو فورماتيف اسسمنت، دايجنوستيك اسسمنت. يعني شنو؟ تشخيص مشاكل التعلم عند المتعلم هذاهي واعطاء فيدباك بيش يصلح روحه، وبالتالي ينطبق عليه كل بتاع الفورماتيف اسسمنت اللي قلناها، انه يكون فريكوينت، انه يكون لو ستيك، اهي كونتينوس، دي ما يصير كل يوم، كل يوم عنده اسسمنت. المتعلم هو قاعد في المستشفى يشتغل، او انت الصيدلي هو قاعد في الصيدليه مثلا او في المستشفى برضو، يوميا يتقيم قاعد، لانه يوميا يشتغل، وبالتاكيد هو يوميا يرتكب في اخطاء، لكن يرتكب فين؟ اندر اوبزرفيشن. السوبرفايزر بتاعه يدير له في اوبزرفيشن ويسجل في النوتس، وبعدين يقمز معاه يدير معاه دسكشن ويعطيه فيدباك باش يصلح روحه، وبكره حيجي يشتغل اخرى، حيتعرض لنفس الموقف اللي تعرض له امس، بس يفترض اليوم ماشي يتكرر المشاكل الاخرى، اليوم ارتكاب حاجه اخرى في موقف اخر مختلف، وهكذا. فهذا يسموه قاعد يقيم، هو وين؟ يقيم في مكان عمله، في اثناء عمله، اثناء تاديه العمل الحقيقي، مش في الانفايرمنت المثالي اللي قاعد في الجامعه ومذاكر وواتي هو وكل حاجه، لا، في الواقع الحقيقي بالستريس بتاعه، بضغوطاته، بمشاكله، بعدم التحضير بتاعه. انت ماشي العمل شو قاري مذاكر قبلها؟ ما ذاكرش انت قبلها، ماشي مش عارف اصلا شو الحاله بتجي قدامك، لازم تتصرف وقتي. بعكس انت خاش امتحان هناهي وعارف شنو الحالات وش بيجنك والله المواضيع وقاريه نواتي. هذا ماهوش ريل وورد الاسسمنت ديروا فيه احنا هنا، ماهوش اوثنتيك اسسمنت، هذا نوع من الارتفيشال انفايرمنت. لكن لما بنوصل للبراكتس علاش تلقى الطالب يتخرج مرات ولما يوصل يقول لك انا العمل وضعه مختلف على القرايه، مش كيف ما قرينا، اما لانك انت عيشت في ارتفيشال سيتويشن والواقع مش هيك. لازم جزء من التقييم يكون ورك بليس بيزد، واكثر في البوست جراديويت طبعا. هو ميزه الاخرى ان مالتيبل انكاونترز، مالتيبل اسيسرز ومالتيبل كونتكست، وهذه صعب انك تديرها في الاسسمنت العادي بتاعنا احنا. بمعنى احنا قلنا الاسسمنت كم واحد يديروا فيه الطلبه؟ يديروا في ميد بلوك، ويديروا في اند بلوك، ويديروا في فاينل، ثلاثه هذين الصمت بتاعته. باهي، هل هو غطى كل حاجة هنا؟ هي في الغالب في أشياء واجدة ما رنش عليه، تقدرش تحط كل حاجة في الامتحانات، بينما في الواقع هو يوميا قاعد يشتغل، ويوميا قاعد يقيم، ويوميا قاعد يتعرض لسيتويشنز مختلفات، انكاونترز مختلفات. كل انكاونتر، كل تعامل مع مريض أو تعامل مع روشيتا هي انكاونتر، نستغلها إنها عملية، نقدر نستغلها عملية أسسمنت وتعلم. مالتيبل اسيسرز في الاوسكي، هيخش في ستيشن مصبي فيها واحد او اثنين وقيمه هيستوري تيكينج، يعني الهيستوري تيكينج تقيم عليه كم مره؟ واحده بواحد، وتقرر انه ينفع ولا ما ينفعش. هل هذا منطقي؟ بلكي الكيس هذه كانت سهله وعرف يديرها كويس، كيسات الاخرى مش حيعرف يديرها، او بلكي الكيس هذا هو عرب كل وسقطها يسباها وهو في الاخرات كويس كله، بالتالي مو سيتويشن مثالي هذا. الورك بليس لا، حتى الانكاونتر وجدات ومختلفات، والاسيسر نفسه بلكي الاكزامينر هذا هو تف اللي كان في الاوسكي ستيشن، والله اكزامينر متساهل هو واحد في النهايه اللي قرر، لكن هنا انت يوميا تقيم، انت يوميا قاعد مع واحد مختلف في العمل، ما صب ما 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 سينيور مختلف، الديوتي ماسكها مع واحد اخرى، كل مره على مدى سنه سنتين ثلاثه يوم حجن تقييمات من اشخاص مختلفين بشخصيات مختلفه بخلفيات علميه مختلفه بقدرات مختلفه، يجن عليك الفيدباك. بلس مالتيبل كونتكست، نفس الحاجه مش كيف يعني، مثلا مش كيف تشوف مريض
في الإسعاف كيف تشوف مريض في القسم، كيف تشوف مريض في العناية، كيف تشوف مريض في حجرة العمليات، كيف تشوف مريض في الشارع. تخيل روحك أنت مثلا طبيب ومريض عنده شث بين، أنت لو شفت المريض هذا في الشارع كيف هتتصرف؟ وضع مختلف في الشارع، ما عندكش ولا إمكانيات، أنت كيفك كيفك؟ بنقول له دير لي ECG، ما فيش ECG. بنقول له دير لي كاردياك انزايم، هو في الشارع قاعد معك. هل تصرف هناهي تطلب ECG؟ تصرف هناهي فيرست ايد والامرجنسيز. لو انك في الامرجنسي قاعد في الاسعاف عندك الامكانيات تدير هذين. لو ان مريض في القسم كلموك عليه عنده شست بين. لو مريض في ICU كلموك عنده شست بين. لو مريض قاعد في العمليات وصار له شست بين. ما هيش نفس السيتويشن رغم انها هي نفس البروبلم. وبالتالي ما تقدرش تعلم واحد كل حاجة هيك إلا بالطريقة هذه. الورك بليس بيز اسيسمنت ميزته حتتعرض لكل السيتويشنز، وكل سيتويشن يونيك عن الأخرى. حتى مرات نفس الحالة في مريض الفاميلي بتاعينا هادين وطيبين، وفي مريض الفاميلي بتاعينا أجريسيف ويتعاركوا ويضربوا. أنت حتتعامل في المرتين بشكل مختلف. طريقة تصرفك، كيف أنت تتصرف، كيف تتعامل مع الفاميلي، كيف تتعامل مع المريض، كيف تحل المشكلة، مش وحدة. نفس الحالة مريض يدوي في لغة أخرى مختلفة عليك، وهكذا. ما تقدرش تتخيل كم الكونتكست إن الظروف المحيطة بالحالة اللي ممكن تتعرض لها نفس الحالة. وبالتالي ما فيش امتحان عادي يقدر يقيم كل هذا. ما فيش إلا الورك بليس بيزد اسسمنت. هو أنت تقعد في مكان عملك تتعرض لكل هالكونتكست بشكل ناشرة، وفي واحد قاعد معك ديما يقيم فيك. أوكي؟ طبعاً بروفايد فيدباك، لأن هو فورماتيف قلنا في البداية اسسمنت، يبقى ضروري من وجود فيدباك ولا ملاش لازمة يصبح. ميجرينج للبروجرس، يبدأ يشوف تطورك أنت قاعد تتحسن ولا لا، وأيدنتيفاي أريز فور امبروفمنت، نفس الكلمه فور امبروفمنت قلنا للتحسين، مش نحن نطلعه في الخطا، نكتشف مناطق التحسين هذين لازم يتحسن فيهن الطالب. ليش احنا تو قاعدين نفكر نديروه، وليش العالم قاعد يدير فيه، شنو اهميته بمعنى اخر؟ طبعا عندها الله طب يعني بوزيتيف، لكن هنختار واحده انا بس. البيراميد هذا مشهور تعرفوه، ميلرز بيراميد، هذا يقسم في التعلم حتى هو إلى 4 طبقات. النوز، طبقة السفلى النوز اللي هي lower order thinking skills اللي هي المعلومات، الحفظ والفهم، فهي وهذه إحنا ندروا لها في تقييم كيف بالMCQ مثلا، ندير لها MCQ جوابها وكذا أنا عرفت أعرف. الطبقة الأعلى know how اللي هن الهاتس هذين الهاير اوردر ثينكينج سكيلز، يعرف كيف يفكر، بروبلم سولفينج يدير، تمام. وهذا احنا نقيمه فيها برضه بالام سي كيو، لكن ممكن بالاسيز حتى كتابه، فهي والبروبلم سولفينج تعطيني لا يحلهم. شوز هاو نوز هاو شوز هاو، يوريك كيف يدير الحاجه، يعرف يديرها، نتاكد انه يعرف يديرها، يوريك كيف. شوز هاو يقدر يوريك اللي هو نديره فيه بالاسكي، نقيمه فيه احنا، نقول تعال افحص المريض هذا نشوفه يعرف يديرها ولا لا. شوز هاو احنا عاده ديما نوقفوا لعندها. طرق الاسسمنت بتاعنا اللي نستخدمه فيهن كلهن يديرهم في هذين الثلاثه، نديره فيهن كلهن صح، نقيمه فيهم على النوز والنوز هاو والشوز هاو. لكن حقيقه التعلم هل هو بعد ما دار الاسكي ومثلها قدامي صح معناها هو قاعد يدير فيها؟ هيعدي المستشفى وما عادش حد يدوره وما عادش يقدر فيها. وبالتالي الالتيميت جول ما تحققش، ان هو الدوز لازم يقعد يدير فيها. هدفي انه مش بس يعرف يديرها، انه يدير فيها، يقعد يدير فيها، سلوكه يتغير. هذه ما نقدرش نعرفها ونقيمها الا
بالورك بليس بيزد اسسمنت، اللي هو يقيم لي كفاءة الشخص في الأداء بتاعه بشكل يومي، يدير فيهن ولا ما يديرش فيهن مع بعضهن، النولج والسكيلز والاتيتيودز مع بعضهن، يمارس فيهن قاعد ولا لا. من هنا يجي الورك بليس بيزد اسسمنت باش يعبي الثغرة هذه، اللي هو نتأكدوا من أن المتعلم بتاعنا وصل للمرحلة هذه. Workplace based assessment is a powerful means for changing the behavior of learner. من جديد نقروها. Changing شنو؟ Behavior of learner. لأن اللي عند هناهي أنا مش ضامن أن البيهيفير بتاعه تغير. هو تعلم المهارة وتعلم المعرفة لكن ممكن ما يطلع ما يمارسهاش، لأن خلاص بعدها ما عادش حد بيدوره، دارها ما دارهاش عليه هو. كيف نجبره أنه يدير فيها؟ لأن البيهيفير مش هيتغير إلا بالتكرار. لما حاجة تقدر تدير فيها مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة هتصبح جزء من طبيعتك، لدرجة أنك أنت حتى لو نويت ما تديرهاش تلقى روحك من غير ما فطن درتها. سأل كم سؤال، ما اللي منك مرة كي خش بيغسل يديه لقى روحه يتوضا صح؟ انت مش ناوي توضا، انت مش ناوي بس انت درت ليش؟ لان اصبح بيهيفير، اصبح بيهيفير. التكرار، كثرة التكرار ونلزمك بانك كل مرة تديرها مع الوقت حتصبح هابت عندك، حتى نسيبك تلقى روحك تدير فيها خلاص خذيت عليها انت وعاديه ومن غير ما تفطن تدير فيها مره. تذكروا الماسك اول ما جاء في الكورونا مش طايقين نبكل، بعدها من كثره ما لبسناه قعدنا ننسى ان نحولوه. لما قعدنا جت فتره نحوله فيه تحس روحك في حاجه غلط، حاجه ناقصه صح ولا نظارتك باهي من كثرة ما متعود انها قاعدة تنسى انها لابسها، تقدر تدور فيها وانت لابسها. التكرار هو هذا اللي يخلي الحاجة لدرجة انها تصبح بارت من النورمال بتاعك، وهذا هو الهدف. بهذا مش حنعرف نديره انا اثناء الدراسة في 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 الجامعة، وني هو اصلا بيخش المعمل كم مرة بيدير فيها، بيديرها مرة مرتين. تقدرش تخلي الواحد يكرر عدد مرات بحيث انها تصبح بارت من الهابت بتاعته. فما فيش الا الورك بليس باش يعبي بريدج الجاب هذا ما بين النظري وبين البراكتس الحقيقي. الميثودز اوف ورك بليس بيزد اسسمنت، في عندنا طرق باهي وكلهن حتكتشفوا انهن الطرق اللي قلناها من بدري بتاعات اللي فيه انفورماتيف اسسمنت باهي، يقسموا فيهن ثلاث مجموعات. في طرق observation based معتمدات على الملاحظة، وطرق معتمدات على الدسكشن، وطرق على معتمدات على product evaluation. الobservation عندنا نوعين، direct short observation و longitudinal observation. direct short observation كيف الميني كيكس والدوبس تو نحكوا عليهم بالوحدة، واللونجيتيودينال observation كيف المالتي سورس فيدباك او يسموا فيه 360 تو نشرحهم بعدين باهي. الدسكشن عادة يكون بريف دسكشن كيف الكيس بيزد والانترستمنت بيزد والوان مينت بريسبتور والسنابس هنشرحهم بالوحده، والبرودكت ايفالويشن كيف لما تراجع له الفايل اللي كاتبه، تراجع له البريسكربشن اللي كاتبها باهي، الديسشارج ليتر اللي كاتبها، انت برودكت داره انت تراجع له وتصلح له فيه تمام. هذه مش هنحكي فيها الاخيره اليوم، هنحكي على المجموعتين هذين. حكينا احنا في البارت 1 حكينا على الفورماتيف اسسمنت، حكينا على الورك بليس بيزد اسسمنت ككونسبت جنرال. تو حنخش في التفاصيل، حنحكوا على حوالي 10 و11 طريقه، 10 و11 طريقه من طرق الورك بليس بيزد اسسمنت. طبعا في لنا اكثر من هيك لكن هذين على الاقل اشهرهم. حنشوفوا كيف احنا الكلام اللي حكيناه كيف ممكن نطبقوه عملي في الواقع، ما هوش مجرد بس كلام نظري.
فقلنا لو ردوا السلايد اللي قبل هذاي قسمنا قلنا الميثودز اوف ورك بليس بيسد اسسمنت قلنا في عندنا 3 ابروتشز او 3 برود استراتيجيز اوبزرفيشن ودسكشن وبرودكت ايفالويشن وكل تحت كل وحده في مجموعه طرق حنبدو بالاوبزرفيشن بيسد ميثودز الميثودز اللي معتمدات على الاوبزرفيشن التكنيك العام بتاعها هي اشتركن كلهم في ان الترينر اللي هو المدرب او الاسيسور المقيم اوبزرف ذا تريني اون ا سيت تاسك يشوفك وانت تدير في حاجه معينه اوبزرفنج باهي وبعدين immediately after the interview the trainer gives constructive feedback on the trainee performance فيها فيدباك حقيته معناها فورماتيف اسسمنت الميثودز اللي خشن تحت الاستراتيجي هذا هي عندنا ست طرق حنحكوا عليهم قد يكون في اكثر من هيك يعني لكن على الاقل حنحكي على الستة هذه عندنا الميني كلينيكال ايفالويشن اكسرسايز يسموا فيها الميني كيكس والدايركت اوبزرفيشن اوف بروسيجرال سكيلز يسموا فيها الدوبس والمالتي سورس فيدباك والكلينيكال انكاونتر كاردز والكلينيكال ورك سامبلينج والبلايندد بيشنت انكاونترز هذين الست طرق في الاوبزرفيشن بيزد ميثود حنحكوا عليه الطريقه الاولى والاشهر هي الميني كلينيكال ايفالويشن اكسرسايز او الميني كيكس طبعا هذه طلعت في داروها لجماعه البورد الامريكي بتاع الباطنه في 95 يعني تو لما بحثوا كم لها سنه قريب طق 30 سنه يعني ولا كم؟ 28 سنه وقت قريب ال 30 سنه وين تندار؟ السيتنج اللي ممكن تندار فيها تندار في الان بيشنت ممكن في الاقسام بتاع المرضى في الاوت بيشنت في العيادات وفي الامرجنسي ديبارتمنت ممكن الطالب بتاعي او المتدرب بتاعي اذا كانوا بس جراديويت وين ما يكون هنا هي نقدر نطبقها عليه فهذه اول حاجه انها معناها ورك بليس بيست وين صار هنا هي ما قلناش في المعمل ولا في السكيلز لاب ولا في محاضره قلنا وين مكانها في الورك بليس يبقى هذه اول الطريقه وفرت اول متطلب من متطلبات الورك بليس بيسد اسسمنت انها تكون في مكان العمل الحقيقي الانكاونتر شن ممكن نقيم بها الطريقه هذا هي ممكن نقيم بها الهيستوري تيكينج او الكلينيكال اكزامينيشن او الكوميونيكيشن او البروفيشناليزم او البروبلم سولفينج كلهن ممكن نقيمهن بالطريقه هذا السيشن تايم لما نديروا فيها في البوست جراديويت السيشن ياخذ ما بين 20 الى 25 دقيقه وكان بديرها لاندر جراديويت عاده تاخذ اطول شويه لان اندر جراديويت مستوى اقل تاخذ منك وقت اكثر يعني بيشتعلم ما بين نص ساعه الى ساعه الا ربع طبعا كل الطرق هذين راهن 1 تو 1 يعني انت تعلم في شخص واحد مش في جروب سكورينج في شيت طبعا هو الطريقه لها شيت بش يعبي فيها اسم المتدرب واسم المدرب والتاريخ وشنو كانت الحاله وشنو الحاجات اللي قيمك عليهن وحيكتب فيهن الفيدباك في الشيت هذا تمام ويوقع بس هو يقيم فيك يعطي فيك في درجات درجات ما هنش بس تنجح وتسقط مش انت تعرف روحك وين مكانك ففي سكيل يديروا فيه هو 9 بوينت السكيل كانك جبت انت من 1 إلى 3 معناها انت مستواك unsatisfactory ضعيف اذا كانك من 4 إلى 6 معناها satisfactory كويس انت كاي المتوسط وكانك جبت ما بين 7 إلى 9 معناها انت superior مستواك متقدم تمام هنا مش بتنجح وتسقط هنا بس مش تعرف روحك وين وحيعطيك في كل الاحوال حيعطيك فيدباك فيدباك مكتوب في الورقه وبعدين هو يجمز يقول لك يناقش معك هاي تمام هيك هذا هي الميني كلينيكال ايفالويشن اكسرسايز التكنيك كيف تندار الخطوات كيف نديروها التريني شن حيدير هنا التريني will be engaged in authentic workplace based patient encounter authentic يعني شنو authentic يعني حقيقي هو قاعد تو يشوف في مريض حقيقي
مريض ضروره دخول وانت الاتش او اللي قاعد في الديوتي وقاعد تاخذ منه في هيستوري صح وتفحص فيه صح، مش 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 تمثيليه، مش اوسكي، مش مريض جايبيننا احنا تعال دير هيك ونشوفك هني، مريضك الحقيقي شغلك اليومي. خلينا نتخيلوها الصيدله، انت مصبي في السروشن الصيدليه بتاع المستشفى صح، وهذه روشيتة حقيقية وهذا مريض حقيقي ما يعرفكش، جاب مدلك الروشيتة صرفها لي. authentic situation حقيقي، انت تشتغل توا تشتغل، انت مش تتعلم، لكن تشتغل تحت السوبرفيجن وانا نقيم فيك شوف فيك تدير صح ولا ما تدير غلط. وعندي انا شيت فيه النقاط في الانكاونتر هذاي في الستيشن هذاي، تخيلها مش ستيشن طبعا هي لان هني يسموه انكاونتر لان ريل لايف. في الحالة هذاي عندي لا شيء تنقيم فيك، شنو سلوكك، كوميونيكيشن سكيل بتاعك، البروفيشناليزم بتاعك، معلوماتك، سكيل كان حاجة فيها حركة ولا شيء وكذا شت كيف تدير فيها. هذاي والله الكوميونيكيشن خذيت مثلا قلنا احنا سكور من 1 إلى 3 مثلا، كوميونيكيشن أعطيتك فيه 5 معناها ساتسفاكتوري، باهي البروفيشناليزم أعطيتك فيه 2 معناها انساتسفاكتوري، الهيستوري تيكنج أعطيتك فيه 6 معناها ساتسفاكتوري، الاكزامينيشن أعطيتك فيه 8 معناها سوبيريور. كل وحدة نعطيك فيها في نقطة، مش أنت مش الكيس كلها كم جبت فيها، كل جزئية. والهدف هنا مش باش تنجح وتسقط، لا باش تعرف أنت مشكلتك وين، فيدباك وتعدي تشتغل عليها باش في المرة الجاية تكون أحسن منك. فقلنا يقعد المريض، نخلوا المتدرب مع الحالة لمدة ربع ساعة يدير في الشغل بتاعه الطبيعي، وبعدين يجي يعطيني سامري، يجي للأسسر بتاعه ويقول له شنو الحالة، يلخصها له. باهي الاكزامينر شنو حيدير انا والأسسر، ماشي نقول اكزامينر المقيم يعني، الأسسر او الترينر observe the trainee around a focused clinical task، وهو قاعد يشتغل هنا هي هذا قاعد يراقب فيه شنو يدير، باهي ويسجل في ملاحظات. وبعدين شو يدير؟ يعطي constructive feedback، هو هذا الهدف اصلا، باهي لو ما فيش هذا ما كانش تنفع. هيقول لا انت شنو درت كويس، طريقه الكونستراكتيف فيدباك قلنا عليها نعطوه بوزيتيف شنو دار كويس، وبعدين things to be improved اللي هو الكونستراكتيف فيدباك، وبعدين نعطيه البوزيتيف من جديد. باي حتاخذ منه حوالي 5 إلى 10 دقائق، لو بحثت 5 و10 وهنا حوالي ما بين 20 الى 25 دقيقه اللي قلنا عليهم من بدري. لو جيت بحث تشبه الاوسكي ستيشن مع فروقات، الفرق الاول ان هذاي سيتويشن حقيقي ماهوش ارتفيشال في سكيلز لاب، وهذه حاله حقيقيه ماهيش حاله انا اخدمها في سكيلز لاب. الثانية أني نعطي هنا في فيدباك، في الأوسكي ما نديرش في فيدباك إلا لو درنا أوسكي فورماتيف ديرها 3 أو 4 مرات في السنة، مش هذا للتدريب، والأخير الفاينل هو الامتحان. هاي وندير فورماتيف فيدباك، يقعد الأوسكي هذاك وقت درت أوسكي فورماتيف، لكن توا هنا هذا للتدريب. هاي التريني وود بي أسيست، الوضع هذاي هذا ممكن يصير بشكل يومي او بشكل اسبوعي بالطريقه هذه، التريني والبي اسيست سيفرال تايمز مش مره واحده خلال السنه كلها throughout the year with different faculty يعني اعضاء التدريس assessors، كل مره جايه واحد بطبع مختلف بطريقه مختلفه in different clinical situations في ظروف كلينيكيه مختلفه، واحده في الطوارئ، واحده في العنايه، واحده في القسم، واحده في الليل، وحده في الصبح، حتى التايم يفرق. نفس الحاله مع نفس الشخص، مش كيف لما تشوفها الساعه 10 في الصبح وانت رايق ومصحصح وشارب قهوتك، كيف لما تشوفها الساعه 3 الفجر وانت مواعينك من النوم. وهي نفس الحاله، لكن سيتويشن مش واحده هنا. انت وضعك مش واحد. فبالطريقه هذه حتمرن تقريبا كل الظروف عليك. وبتقعد انت تقيم باستمرار، وحتقعد يقول لك هذا والله فت في هذاي مش من فراغ، من مالتيبل تايمز وديفرنت سيتويشنز ومالتيبل اسيسرز. هذا الشيت مثلا بتاع الميني ميني كاكس في البيانات هنا، هذا اسم الطالب، وهنا مثلا مش عارف
وين هني في الاو بي دي والله ان بيشنت والله وين انت الحاله هذه كانت وبعدين مش عارف هو كم دايرها مره من قبل الحاله هذه وبعدين هني كل واحد عضل هيستوري تيكينج فيزيكال اكزامينيشن كوميونيكيشن الخمسه ولا سته دومينز اللي قلنا عليهم في الحاله وكل مره تقييمها هني كم تعطي من كم باهي وتوقعها وتكتب له الفيدباك لوطه ويوقع معك حتى ستودنت انه فعلا صار في الدسكشن هذاه وخذ الفيدباك وكذا والفورم هذه تمشي هذاه الاسيسر هذاه تشتغل معه انت هذا مثلا في الديوتي لكن مش هذا هو اللي اصلا يقيم فيك هذا يلتم من ورق بتاعك يمشي للسوبرفايزر بتاعك اللي تابع فيك مسؤول عليك يجن ورق بتاعك كل يوم ولا كل اسبوع من مكانات مختلفه وهذه قدرت يعطم في صوره عامه عليك انت شنو وضعه هذا لا يمكن الشخص هذا اذا كان الجميع مجمعين انه كويس في كل السيتويشنز كل الاوقات اوفر 1 اند 2 3 ييرز ما يكون ما ينفعش واذا كان الجميع مطلعين فيه ديفكت يقول لك لا هذا ما يحبنيش والله هذا ما يعرفش والله بكلهم انا انت فيك مشكله فعلا بس انا ما بيش نعاقبك مش هذا الهدف انا على طول بعد اسبوع اسبوعين من تعال واضح ان عندك مشكله انت الجميع كاتب اعطيك ويك في الكوميونيكيشن انا انت عايز تشتغل الكوميونيكيشن بتاعك فيدباك هذا شنو الملاحظات عادي خذ كورس كوميونيكيشن عادي احضر دور لك دوره اخرى كوميونيكيشن وات ايفر دير لك انا كوركتيف بلان اتفقوا عليه انا هدفي مش نساقطك هدفي نصلحك مش لا انت ما تنفعش كوميونيكيشن اسقط هدفي في نهايه السنه وانا مش حراجل عند النهايه وانت هكي انا هدفي انك ما تقعدش هيك تمام هذه الميثود الاولى الميثود الثانيه سموا فيها كلينيكال انكاونتر كارد الميثود هذه انا شخصيا عندي معها مشكله تو نقول لكم ليش هي طلعت في كندا في ماكماستر يونيفرسيتي في 99 هاي السيتنج بتاعها وين هي قاعده في من ضمن الميثود ستار ورك بليس حتقروها قاعده اللي يدور حيلقاها باهي لكن هي قاعد يقول لك انها تطبق وين في كلاس روم ولا سيميليشن سنتر معناها مش في الورك بليس كيف حاطينها انا اي دونت نو باهي مش كونفينسن بالنسبه لي انها ورك بليس بيسد اسسمنت ميثود طالما انها تطبق مش على ريل بيشنت في ريل سيتويشن لكن هي كطريقه موجوده حنحكوا عليها انكاونتر نفس اللي قبلها شنو ممكن يتعلم فيها او شنو ممكن نقيمه فيها هيستوري تيكينج كلينيكال اكزامينيشن كوميونيكيشن بروفيشناليزم بروبلم سولفينج كل هناك دون ديرون سكورينج حتى هي عندها سكورينج خاص بها خلاص مش حنحكيها كل طريقه عندها سكورينج مختلف على الاخرى ما هيش قضيه انت تقراه كل الواحد هنا ان ساتسفاكتوري 2 بلو اكسبكتد ليفل 3 ات اكسبكتد ليفل 4 ابوف اكسبكتد ليفل 5 اوت ستاندينج و6 البرفورمانس انه في الليفل بتاع الميديكال جراديويت كانه متخرج هذا خلاص كل وحده سكيل بتاعها يعني مكتوب لها ما عادش تفكر في واجد كيف تندار هذه طريقتها حتشوفوا لما تشوفوا الطريقه تكتشفوا انها ما هيش ورك بليس حقيقيه معتمده على كاردز انت الاسيسور يجهز كارت كروت مجموعه كروت مكتوب فيهن كيسز باي ديفلوب سيت اوف كلينيكال انكاونتر كاردز ويتش كونتين ديفرنت ميديكال سيناريوز اور كيسز ايتش كارد بروفايد بريف بيشنت هيستوري تشيف كومبلين اند ريليفنت كلينيكال انفورميشن The cards present in realistic case مبنية على كيس حقيقية that challenge the student to apply their medical knowledge make differential diagnosis and develop appropriate management plan بس هو مش حيتعامل مع مريض هو حيتعامل مع كارت هذا وين حيدير هذا مش محتاج مستشفى ممكن نقمزها في القاعة أو نشيلها simulation lab عشان هيك قلت لكم أنا مش convinced بأنها real ورك بليس بيسد اسسمنت ميثود التريني شن حيدير ستودنت ذن فولو ذا برومبتس ان ذا كارت مكتوب له هو الكارت شيت هو يعني مش معناها كارت ثاني هو شيت مكتوب وانس كومبليتد ذا ستودنت كان ريفيو ذا كارت تو اسس ذا بيرفورمانس اند كومبير ات وذ ذا ايديا ريكومندد ابروتش في مثلا تلقى اجابه صح شنو يقدر يراجعها ستودنت ريفلكت اون ذير سترينثس يكتب هو روحه بعد ما راجع بحث روحه انا شن كانت نقاط القوه بتاعي وشن كان نقاط الضعف بتاعي الترينرز شن دوره هنا الاسيسور هو يوتي في الكاردز بريبير ذا كاردز اند جيف كونستراكتيف فيدباك بعد ما يشوف الشيت
تاع الطالب يعطيه الفيدباك، انت لو عندك مشكلتك شنو 1 2 3 تشتغل عليه نصلحها. باهي في عندها شويه موديفيكيشنز يندار بيها وكذا، بس هيك في الاوفرول ما هيش ايديال. تبان علي انا على الاقل، لو مش عارف بلكي اصحابها يقدروا يدافعوا عليها اكثر. بالنسبه لي انا من فهمي لها ما هيش ايديال ورك بليس بيزد اسسمنت ميثود. هي طريقه ممتازه لكن تديرها في سيميليشن لاب، تديرها في كلاس روم، مش في الورك بليس. ليش؟ لانها معتمده على سيناريو مكتوب. الورك بليس مش معتمد على سيناريو مكتوب، معتمد على مريض قاعد قدامك. الطريقه الثالثه الكلينيكال ورك سامبلينج، هذه حتى طلعت في كندا في 2000. السيتنج ان بيشنت ايذر ات تايم اوف ادمشن اور ديورينج هوسبيتال ستاي. يبقى هذا هي ورد بليس، صح؟ قاعده في بيشنت ان بيشنت. الانكاونتر كله نفس اللي من بدري، هيستوري تيكينج، كلينيكال اكزامينيشن، كوميونيكيشن، بروفيشناليزم، بروبلم سولفينج. لكن مش بالضروره في كل مره نقيمهم كلهم، ممكن في كل مره تقيم 2 3 مختلفات. باهي تكنيك فورمز ار كومبليتد باي اسيسر دايركتلي اوبزرفينج تريني بيرفورمانس. هناهي الميني كيكس، انا نجيبك الحاله مخصوص، هي حاله في المستشفى حقيقي، لكن انا جبتك تعال دير الحاله هذا، انا عندي فيها حاجه نبيك. هناهي لا، انت في الديوتي بتاعك الروتين بتاعك حاله ادمشن، انا نختار ونشوف فيك، نجي نختار حاله وانت تشتغل عليها، نبدا نقيم فيك فيها. عندي فورمات فورم بتاعها الخاص بها، تمام. هناهي في حاجه اخرى، الاسيسرز مالتيبل. هناهي مش بس التيتشنج ستاف اللي يقيموا، هنا التيتشنج ستاف يقيم عنده فورم، النيرس تقيم عنده فورم. يقول والله مش النيرس، انت الادفايز بتاعك تعطيه للنيرس تقيمك. اه دكتور هذا ما يعرفش يوصل الفكره، راه يقول في كلام ماني، راه يتعارك معانا، راه كذا. عندها تقييم لها، والبيشنت عنده فورم، المريض نفسه يعطوه شيت وقيم كيف تعامل معك، شو رايك فيه، يعرف يسأل، يعرف يفحص، يعرف يتعامل مع الناس كويس، تريحت معاه، حسيت انه جاوب على اسئلتك، فهمت كلامه، حسيت انه فهمك، عامله كويس، وهكذا. تمام؟ فيجمعنا اي نفس الحاله اكثر من اسسمنت، اي نفس الحاله ومن ديفرنت ليفلز، ويمشن للسوبرفايزر بتاعك. تمام؟ وعندها نفس الشيء سكورنج سيستم خاص بها، كل طريقه عندها شيتها الخاص بها، فيها بيانات عامة، اسم الطالب واسم الدكتور وشاف شنو والتاريخ والتفاصيل هذين، وبعدين التقييم قاعد لوطا. وهذين يمشي، انت عندك ملف عند السوبرفايزر بتاعك ولا البريسبتور بتاعك، يجمع فيهن كل اسبوع، كل نيه يجمع عليك اوفر 1 year. انت تاخذ في فيدباك مباشر من اللي اشتغل معك وقتي، وبعدين تاخذ فيدباك اخر مع السوبرفايزر اللي التمن عنده وقاعد تبان عليه الصورة الأكبر، اللي اشتغل معك تو هو شافك مرة واحدة اليوم، وممكن ما يشوفك مرة أخرى، أي قال لك ملاحظات وعدة. لكن أنا السوبرفايزر بتاعك جاني ريبورت بتاعك وريبورت بتاعك وبتاعك، وجاني 6 7 ريبورتات عليك من ديفرنت بيرسونز، أنا اللي نحق في الصورة الأكبر تو، قامز معك حتى ندير معك فيدباك ونحطه البلان بتاع الكوركشن. الطريقة الرابعة البلايندد بيشنت انكاونتر. السيتنج وين؟ ان بيشنت، يبقى تمشي ورك بليس. الانكاونتر نفس الحاجات، هيستوري تيكينج، كلينيكال اكزامينيشن، كوميونيكيشن، بروفيشناليزم، بروبلم سولفينج، كلهن تقدر تديرهن فيها. هنا البيشنت از انون تو ذا ستودنت، هذا ايش مسمينا بلايندد. باهي الفكرة شنو هنا؟ هي اقرب للتيتشنج اللي نديره فيه في المستشفيات. نفس الشيء عندها سكورينج، هنا نفس الشيء التكنيك. التريني شنو حيدير؟ يديرهم جروبز من 4 إلى 5 طلبة. الجروب هذوم يمشوا البيد سايد تيتشنج، يلتموا عند مريض ومعاهم التيتشر. واحد من الطلبة بس، one of the students perform focused interview or physical examination. يقول له خذ شورت هيستوري مثلا في 10 دقائق، بيشتغل عنده هيدك، خذ فوكس هيستوري على الهيدك، او اكزامن ذا ثايرويد، حاجه محدده. تمام؟ واحد من الخمس، الاخرين تفرجوا بس، واحد هو اللي حيشتغل.
بعد ما يكمل لازم يقول لك الدايجنوسيس والديفرنشال دايجنوسيس تاعه والكلينيكال فايندينج، يعطيك السامري. الترينر شنو حيدير؟ اوبزيرفينج ذا تريني بيرفورمانس اثناء ما انت تاخذ في الهيستوري ولا دير في اكزامينيشن، قاعد نبحث فيك ونسجل في ملاحظاتي، دار هذه صح دار هذه غلط، اي حاجه نسجل لك فيها. وبعدين نبدا ندير معك في ديسكشن، ديسكاسينج الفيريوس ايشوز فور انفستيجيشن تريتمنت ريفيتيشن. ليش قلت الدايجنوستس هكاي؟ ليش طلبت التحليل هذاي؟ شنو تبي تدير اخرى؟ بعدين نعطيك كونستراكتيف فيدباك، ملاحظاتي اللي كتبتهن اثناء ما انا نلاحظ فيك، وحتى بعد ما درت معك الديسكشن نقمز انا وياك ونعطيك فيدباك شنو التضحيات الصحيحة. وحيمشي بعدين الريبورت بتاعك والسوبرفايزر بتاعك. هناهي هم خمسة اللي قاعدين، واحد بس اللي دار الشغل وخذ فيدباك، الأربعة الآخرين شنو؟ خليني يحضروا بس تعلموا باهي، حضروا تيتشنج، لكن هم ما صار لهمش ورك بليس بيز اسسمنت. بس أنت لو هذه كل يوم قاعدة تصير، الجروب هذا كل يوم عنده تيتشنجك تمام؟ يبقى كل يوم واحد منهم، كل يوم واحد منهم، يبقى على مدى الأسبوع كل مرة الواحد تقيم مرة، الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعده، أوكي؟ فالأربعة الأخرين اليوم مش عليهم قاعدين يحضروا في تيتشنج عادي، وواحد قاعد يخضع لورك بليس بيزد أسسمنت. بكرة واحد آخر يبدأ هم وهذا يرد وهكذا. ما يعرفش المريض، بس ما يجيش عارف التشخيص. انت عارف حتى احنا في المستشفى الطلبة مرات نزل لهم كيس تلقاه ماشيين للملف يبحثوا في ال باش عاد ياخذ يطلع شاطر، مش هذا الهدف. هو انا ما نقيمش فيك، بيكش تشوف الملف، بيكش تعرف حاجة، بيك انت وحدك تعرف تجيب هالحالة. واضحة؟ طبعا في اللي فات انتوا اهم وحدة كانت شن كانت؟ اهم وحدة هي المينيكاكس، اكثر وحده مشهوره ومنظمه وقواعدها وضحت، الاخرات ها بلس ماينس. فالمينيكاكس مهمه، هذه ثاني اهم وحده باهي، الدوبس اللي هي دايركت اوبزرفيشن اوف بروسيجرال سكيل، نفس المينيكاكس لكنها خاصه بالبروسيجر، يركب كانيلا، يدير انتيوبيشن، يدير سي في لاين، يدير ستيتش، يدير عمليه وات ايفر بروسيجر يبي يديرها، كيف ندير لها اوبزرفيشن؟ انا مش نبحث انا وياخذ في هيستوري والله يفحص في مريض، انا بنشوفه هو يدير في بروسيجر، يعرف يديرها والله لا. هذه طلعت في اليوكي في 2003 الطريقه هذه، السيتنج بتاعها وين؟ ان بيشنت اوت بيشنت امرجنسي، يبقى ورك بليس بيز. الانكاونتر المخصوص هنا بروسيجرال سكيل، يعرف يدير سكيل ولا ما يعرفش يديرها. طبعا عندها حتى نفس الشيء سكور بتاعها قاعد في الشيت، كل وحده كيف تدير انت الدرجات. التكنيك كيف تندار؟ التريني عنده ليستا من البروسيجرز فور ويتش ذي ار اكسبكتد تو ديمونستريت كومبتنس. في بدايه السنه والله بدايه الروته كلها ما نعرفش، ياخذ ليستا، انت مطلوب منك قبل ما تتخرج او قبل ما تاخذ البورد تكون درت مثلا ركبت كانيولا 20 مرة، درت سي في لاين 5 مرات، درت انتيوبيشن 20 مرة، درت ان جي تي 30 مرة، ما نعرفش كاتب له عدد المرات. هذا لوك بوك، انك تجي تقول لي درت 30 درت 5 وقعوا لك وخلاص، لكن انت لما درتها درتها صح ولا غلط؟ يديروا فيها، احنا هنا يديروا فيها لوك بوك، يجي وقال لك انا ركبت 20 ان جي تي، خلاص انت درت العدد المطلوب منك هيك اوكي. بس انت ال 20 جي تي ركبتهم صح؟ والله انت كيف اول وحده كيف المره العشرين ما زلت ترتكب في نفس الاخطاء؟ ما نقدرش نعرفها باللوج بوك، نعرفها بهذا انك انت لما بتمشي تركب ان جي تي باهي مش تركبها بروحك باهي، انت تكلم اللي ما تقول له تعال انا عندي مش توقعها لي، هو ياخذ الشيت ويراقب فيك وانت تركب فيها ويقيم فيك باهي. شنو حيدير؟ اوبزرف ذا تريني بيرفورمينج ذا بروسيجر، يشوف فيك وانت تدير فيها ويسجل في ملاحظات تمام. وبعدين يعطيك كونستراكتيف فيدباك، حيكتب هو الفيدباك كتابه ويقول لك لا مره اخرى ما تدير شك يدير هيك هاي، وحيعدي الشيت هذا وين؟ السوبرفايزر بتاعك. مرات نطالب منك مثلا خمسه، انت لازم تركب 20 وحده، لكن خمسه منهم لازم يجني عليهم
تقارير دوبس. طبعا انت حتختار افضل خمسه بالتاكيد اللي انت درت فيهن كويس. انت خذيت فيدباك اميديت من اللي اشرف عليك، والتم من هذين وجان للسوبرفايزر وممكن كلمك ودار لك فيدباك اخرى، وهو مش حيوقع لك بانك فت انك تخش الامتحان لين تقعد كلهن ساتسفاكتوري. معنى انت انا ضمنت انت مش حتوصل للامتحان الا وانت فت. انت حداك تقدم صبي على روحك تجري عارف روحك ما تقدرش تخش الامتحان بلاهن، مش بلا ان وقع لي درتها، لا انك درتها درت 20 ما يعنيش شيء، انا يجني تقييماتك انك درتهن صح ساتسفاكتوري. التريني بالطريقه هذه نفس الشيء اسيستد باي مالتيبل كلينيشنز، انك انت درت الكانيولا ركبتها 20 مره في كل مره صب عليك واحد مختلف صح، وفي مالتيبل اوكيجنز مره كانيولا الميل مره الفيميل مره التشايلد مره الادلت مره الاولد ايج مره الواحد شوكد مره الواحد ستيبل، كل السيتويشنز مرن عليك طوال مده التريننج بتاعك. شكل هذاي غالبا انت مش هتوصل فت. احنا مش طالقينك وعادي دير وخلاص قريناها لك نظري ودرتها في سكيلز لاب ونجحت فيها وعدي او تو مارس عند الناس، لا حتى لما تطلع حتى لما تخرج في البوست جراديويشن تبي تخضع للورك بليس بيز اسسمنت لعند تقعد بعدين سيرتيفايد. فهذه تقريبا قلنا هي مور ليس تشبه الميني كيكس، لكنها ما لهاش علاقه بالهيستوري تيكنج والاكزامينيشن، هذه لها علاقه بالبروسيجرز. فاهي ثالث طريقه او يعني مش ثالث هذه كم السادسه تقريبا فاهي. اللي هي المالتي سورس فيدباك او يسموا فيها 360 ديجري، يعني كانك الحاجه تبحث فيها من اتجاهات مختلفه. تو لما يقيمك السوبرفايزر بتاعك والله انت يبحث فيك من جهه واحده بمنظور من؟ منظور التيتشر، لكن في منظور اخر للمريض، وفي منظور اخر لزملائك، وفي منظور اخر للتمريض. في لما جيت تقييم وفي منظورك انت لنفسك، لما جيت تقييم من مالتيبل دايركشنز فهي يسموه 360. فهنا بنشوف تقييمك انت من وجهه نظر اكثر من شخص، والاكثر من شخص هذول ما يكونوش كلهم بنفس الطبيعه، بنوعيات مختلفه، هذا مريض، هذا استاذ، هذا طالب ربما، هذا زميل، هذا من مهنه اخرى، كل واحد يشوف فيك من وجهه نظر مختلفه، بالتالي كل واحد يفطن الحاجه اكثر من الاخرين. مريض اكثر واحد يفطن للكوميونيكيشن سكيل بتاعاتك واخلاقك وطبائعك باهي هو يتاثر به مباشره. مرات حتى التيشر ما يفطنش الحاجه واثنين، المريض يفطن لها على طول، ضايق منك يكتبها. فبالتالي هذا يسموه 360 ديجري. هذه لو تفطن من بدري قلت لكم هذه يسموا فيها لونجيتيودينال اوبزرفيشن. الاخرات كلهم يسموا فيهم شورت اوبزرفيشن، لانه هو جاب انكاونتر 20 دقيقه، صبي من بحثك شندرت. لكن هذه مش 20 دقيقة، هذا هي طريقتها كيف؟ ريفلكت الروتين بيرفورمانس بتاعك، ويكون منهم الايد هيلث سيرفيس بروفيشنالز، ممكن صيادلة في المعمل وات ايفر، ممكن اثنين من كل فئة، واحد واثنين ثلاثة، لها طريق حسب ما هم يشرطوا الهيئة، لكن يكونوا ثمانية بالطريقة هذه. الثمانية هذوم أول حيعطوكم كوشنير معد سابقا. أول واحد جاب الكوشنير هو أنت. أهي قيم روحك بالكوشنير هذا، اللي هو ما يحكيش على حاجة محددة، يحكي على حاجات عامة ومش في ظرف، بصفة عامة أنت خلال السنة هذا هي شو تشوف روحك من ناحية قدرتك على التشخيص؟ ضعيف، جيد، جيد جدا، ممتاز. شنو قدرتك من ناحية فحص المرضى؟ ضعيف، جيد، جيد جدا، ممتاز. مش حالة معينة، هذه كنا كلنا حالة معينة. أنت تركب في كانيولا مع مريض عمره 50 سنة عنده كذا، هذه كان وضعك. لا هذا جادجمنت عام. شنو تقييمك لنفسك من ناحية السكيلز بتاعت البروسيجرز؟ شنو تقييمك لنفسك من ناحية الكوميونيكيشن سكيلز بتاعك؟ شنو تقييمك لنفسك من ناحية البروفيشناليزم مثلا؟
شنو تقييمك لنفسك من ناحيه تعاونك مع زملائك في التخصصات الاخرى، اسئله هيك عامه، وهو انت تحط روحك درجه ضعيف، جيد، جيد جدا، ممتاز، ولا تدري فين 1 2 3 4 5 مثلا باهي. وبعدين نفس الكويشنير حيجاوبوا عليه الثمانيه اللي انت اخترته، حيجي من نفس الكويشنير باهي. الاسيسرز اوبزرف ذا تريني، هنا هم حيجاوبوا عليه من منطلق ايش؟ مش من منطلق ملاحظتهم لك في ربع ساعه اللي قلناه تو، هو قاعد معك سنه، قاعد حق فيك كل يوم، يتعامل معك وكذا. هذه فكرته العامه عليك، قد تكون في حاجه معينه ما درتهاش كويس، لكن هو الاوفرول بتاعك كويس، قد تكون في حاجه دايرها كويس انت، بس الاوفرول الانطباع بتاعه عنك سيء. بس برضه انا مش طريقها هيك، طريقها حط اسئله محدده، والاسئله عليهم يختار هو من واحد لخمسه مثلا، او حسب سكورينج سيستم، هو كويشنير، بس نفس الكويشنير حتجاوب انت على روحك، وجاوبوه عليك الثمانيه هذول فئات مختلفه. هذا ايش قلنا 360 ديجري، فيها منظورك انت لنفسك، فيها منظور السينيور كونسلتنت لك، فيها منظور سبيشالست لك، فيها منظور النيرسز لك، فيها منظور الالايد هيلث سيرفيس الاخرين، الصيادله الاولاني لك انت. اذا كان كلهم اتفقوا على ان الكوميونيكيشن سكيلز تاعك بور، أنا أنت عندك مشكلة كوميونيكيشن سكيل، ما تعاندش. إذا كان اتفقوا بأنك أنت إكسلنت في الكوميونيكيشن سكيلز، أنا أنت إكسلنت في الكوميونيكيشن سكيلز. بعدين الكوشنير حيلتمن، هو في النهاية بيلتمن عند الجهة واحدة باهي، اللي هو يمشي للسوبرفايزر بتاعك. شنو يديروا؟ يديروا في حاجة هنا، يديروا كيف الأناليسز، لأن أنا ثمانية كوشنير وأنت التاسع. باهي. يديرولهم في اناليسيس، احصاء، جرافس، الكوميونيكيشن بتاعك يطلع لك فيها رسمه، كم من الثمانيه قالين هيك، كم من الثمانيه قالين هيك، كذا، تجد كيف نوعيه الاحصاء كانك ستاتستكس، يعني جرافس يبدا يطلعن. ومرات في العالم الاخر اللي هم عندهم يديروا فيه الحاجات دي، وعارفين المين بتاع المجتمع بتاعهم، الكوميونيكيشن سكيلز، المين بتاع الدكاتره في 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 الدوله 70% مثلا درجتهم، انت وين من المين هذا؟ فوق المين بتاع بتاع الدولة، والله عنده والله أقل منه، وهذا هو المقياس تاعك، ولكن أنت تحت المتوسط، راه متوسط بتاع شنو؟ بتاع المجتمع كله. طبعا هذه احنا حتى لو درناها ما زالت ما نقدرش نحطوا المين هذا. وبعدين السوبرفايزر اللي التمن عند الكوشنيرز وبنى الملاحظات كلهن وكذا، يقمز معاك ويناقش معاك، يعطيك كونستراكتيف فيدباك. قلنا كلهن لو ما فيش فيدباك ما ينفعش، ما يعتبرش فورماتيف اسسمنت. وبعدين يتحط معاك الاكشن بلان، الكوركشن اللي بنديروه كيف يندار. يقول لك هالكوشنير هذا يندار مرتين في السنه، الطريقه هذه. باهي؟ تندار كل ست شهور. باهي؟ مش تقدر تعطي فكره عليك. بعد ست شهور الاولاد حيجي يطلع عندك ملاحظات، يبلغها لك، وتحطوا اكشن بلان عليها، تبدا تشتغلوا عليها. مفروض المرة الثانية لما تنعاد بعد ست شهور المفروض تكون أنت أحسن. طيب وإلا ليش درناها احنا في المرة الأولى؟ هذه المجموعة الأولى، ست طرق حكينا عليهن، يعتمد أساسا على الأوبزرفيشن، وبعدين يكتب نوت، وبعدين يعطيك فيدباك، وتحط أكشن بلان معاه، وهكذا. الاستراتيجية الثانية تعتمد أساسا على الدسكشن. هي الاوبزرفيشن فيها محدود، الدسكشن اكبر. هي الدسكشن شنو هو؟ شورت ستراكشرد اند فوكست كونفرزيشن مع الليرنر، هذا مقصود بالدسكشن، ماهيش حاجه مده طويله، عاده بتاع 5-10 دقائق بس. وستراكشرد عندها هيكل، كل طريقه تشوفوها من الطرق هي عندها طريقه تمشي فيها كيف. التكنيك الاسيسور ديسكس ذا تشارت ولا ريكوردز ولا الكيس مع التريني. أنا مش حنحقك تدير في حاجة، حتجي تقمز معايا ونناقش معاك حاجة. وبعدين يعطيك كونستراكتيف فيدباك. في خمس طرق حنحكوا عليهن في الدسكشن هناي، عندنا شارت سيميوليتد ريكول، كيس بيزد دسكشن، انستراستمنت بيزد دسكشن، الون مينت بريسبتور، وسنابس. شارت سيميوليتد ريكول هذه طلعت في امريكا، طلعوها جماعة البورد الامريكان بورد تاع الامرجنسي ميديسن. هو عبارة عن ستراكشر انترفيو during which the assessor explore the diagnosis, management and problem solving ability of the trainee through review of patient charts.
احنا مش حنتعاملوا مع المريض هنا، نتعاملوا مع شارتس اللي كاتبهن من؟ اللي كاتبهن انت، مش هنجيب شارت بتاع واحد اخرى، انت اللي كاتب الكلام هذا مسؤول عليه، انت اللي كتبت التشخيص واخذ الهيستوري وكاتبهن، وانت اللي دار اكزامينيشن وكاتبهن، وانت اللي حاط طالب التحاليل هذين، وانت اللي كاتب التريتمنت هذا. انا حنناقشك في اللي مكتوب واللي دايره انت، اي مش حنشوفك وانت تكتب فينا، كنا الاولاد دايركتلي اوبزرفد، انا نشوف فيك وانت تدير وانا مصبي عليك قاعد، هلا انت مانيش شايفهن هذين، نختاروا شارتس ونجي انا نقراهن ونحط ملاحظاتي عليه، نبدا نناقش فيك عليه ملف بتاع مريض. واضحه الفكره؟ الاسيسور سيلكت ما بين 4 تو 6 شارتس، ما بين 4 الى 6 ملفات، وبعدين ديسكاس ذا شارت وذ ذا تريني، ليش درت هذه ليش ما درتش هذه، ريجاردنج شنو؟ ريجاردنج الدايجنوستس اللي انت كاتبه، ريجاردنج المانجمنت بلان اللي انت حاطها، البروبلم سولفنج ابيليتي اذا كان في يبدا يناقش فيك في اسئله معينه. وبعدين نتيجه الدسكشن هذا يعطيك فيدباك، شنو الاشياء اللي كويسات وشنو الاشياء اللي محتاجات تحسين. ونفس الشيء النموذج في النهايه بتوقعوه انتم اثنين، بتوقع انت وبيوقع معك الطالب بان فعلا هذا صار الكلام هذا كله، وبيمشي النموذج للسوبرفايزر بتاعك. الطريقه الثانيه الكيس بيزد دسكشن، هي النسخه الانجليزيه من شارت ستيميليتد ريكول، اللي هذيك امريكيه. الانجليز خذوها داروا فيها شويه تغييرات سموها الكيس بيزد دسكشن، واصبحت هي الاشهر حاليا. اكثر ناس تعرف هذاي اكثر من الاخرى، ما تفرقش واجد، هي شويه فروق. حتى هي شورت ستراكشرد فوكس دسكشن، السيتنج ان بيشنت اوت بيشنت امرجنسي ديبارتمنت، يبقى ورك بليس بيزد. الانكاونتر شنو ممكن نناقش فيها هنا؟ هي كلينيكال ريزنينج، كلينيكال اسسمنت، انفستيجيشن، ريفيرال اوف ذا بيشنت فور تريتمنت او تريتمنت، فولو اب، فيوتشر بلاننج، بروفيشناليزم، كلها ممكن تناقشهم. التكنيك كيف؟ التريني من بدري هذيك قلنا انت تختار ما بين 4 إلى 8 ملفات. هنا 4 إلى 6. هنا التريني يختار، هم تجيب لي ملفين بس من مرضى بتعينك اللي انت كاتبهم. ملفين انت تشوف في روحك راضي عليه. هي جيبهن لي. ودير لي برزنتيشن للتو كيسز. هذه ملفات قدامي وانت احكي لي عليهن. الترينر شنو حيدير؟ حيسمع التو برزنتيشن ويقرر ياخذ وحده منهم بس يناقشك فيها، مش حيناقشك في اثنين. Selecting one of the two cases for discussion and explore one or more aspect of the case. يبدأ وحده من الكيسات يناقش فيك فيها، يناقشك في التشخيص، يناقشك في التحاليل، يناقشك في خطة العلاج اللي حطيتها، يختار حاجة هو كل مرة يختار حاجة ويكتب عنده الشيت بتاعها ويكتب شنو ناقش معك. حتاخذ حوالي ما بين 5 إلى 20 دقيقة، ويعطيك بعدها constructive feedback، شنو المفروض تصلح. هنا يقول لك مفيدة حتى بالطريقتين هذين، مفيدات حتى في انه يصلح لك الدوكيومنتيشن. بقول لك انت هذه مش كاتبها واضحه، هذه المعلومه هذه ناقصه مش كاتبها، مش سائله علي كذا، يعني يصل لما الفيدباك هذا حيصلح حتى الملفات، كتابه الملفات. نفس الشيء هذه مش حتصير مره واحده، حتصير مرات ومرات، ممكن كل اسبوع تصير مره. فهي تخيل انت لما تقعد بعد سنه سنتين ثلاثه وانت اسبوعيا هذه تصير وتاخذ في فيدباك وكذا، متخيلين شنو شكل المتعلم انتم كيف حيقعد؟ تخيلين كيف حيقعد؟ باهي هو طول اسبوع عنده مره حتدير له ميني كيكس، ومره حتدير له مثلا دبس، ومره حتدير له مانيش عارف الكيس بيزد هذا هي مثلا، ومرتين في السنه حتدير له الكويشنير هذا بتاع ال 360. لما تجي تنظمهم حتلقى الراي ماهيش معقدات بالشكل اللي بنى عليه، ربما في الاندر جراديويت شويه ران صعبات لان عدد طلبه وجدين وكذا وني. لكن في البوست جراديويت لا، المفروض سهلات هذه. الانترستمنت ثالث طريقه هذيك الكيس بيزد دسكشن، هذه انترستمنت بيزد دسكشن، هي تقريبا نفسها الكيس بيزد دسكشن، طوروها شويه بعد ما طلع الكومبتنسي بيزد وطلع الاي بي اي اللي هي الانترستبل بروفيشنال اكتيفيتي،
قدروا استخدموا في الكيس بيزد ميثود في تقييم الانترستبل بروفيشنال اكتيفيتي، فغيروا اسمها الى انترستبل بيزد انترستمنت بيزد ديسكشن، وفيها شويه تشينج على الكيس بيزد. In a 15-minute conversation between supervisor and trainee following the execution of an EBE to evaluate the learner readiness. هي عبارة عن 15 دقيقة نقاش بعد ما يكمل الطالب حاجة. EBA سموها. هي نفس القصة، هي short focus discussion probes the student deep understanding of what he was done. حاجتين حاجة، تبي تعرف أنه فاهم الإدارة؟ أنا ما دخلتش في الإدارة، هو دار يدير في شغله. بس لما نعرف فاهم اللي دارها كل حاجه دارها ليش دارها، عارف روحها والله لا والله هيك بالصدفه قالها وخلاص. وبعدين نبدا نحط له وات اف، يقولوا سيتويشن وات اف كويشنز، اذا كان ما صار لك هيك، اذا كان المريض هذا عنده كذا شنو حتدير؟ افتراضات، لانه هو ما تعرضش لكل السيتويشنز، فانا سيتويشن تعرض لها نحط له افتراضات الاحتمالات الاخرى كاسئله اثناء الدسكشن هذا، نشوفه عارف والله مش عارف، ونكتب في ملاحظاتي مش عارف ان لو فيه رينال امبيرمنت شنو يدير للدرج، ولا المريض هذا صرفت له انت هيبارين باه تمام، بي كان المريض عنده رينال فانكشن امبيرمنت اعطيته انت لو مولكيولار ويت هيبارين مثلا كويس مضبوطه بالنسبه للحاله هذه اوكي، بي كان عنده رينال فانكشن امبيرمنت شو تدير؟ يقول لك نقص الدوز مثلا، لا مش هذا هي الاجابه الصح، أنا مش عارفها، هو باهي نكتبها ملاحظة فيدباك، عادي أقرأ على الهيبارين مانجمنت في الرينال امبيرمنت كيف تديرها، هذه فيدباك بلان حطينا بعدها عادي أقرأ تمام. هو الكيس ما فيهاش رينال امبيرمنت بس أنا افترضتها، بديت تحطها لو كان المريض عنده مثلا بليدنج ديس أوردر، كان مريض عنده هيستوري أوف مثلا هيت سيندروم من مع هيبارين من قبل، تحط له سيتويشنز اللي هو نشوفه يقدر يفكر فيه، ما عرفنش نحط له هنن هذين تيتشينج بوينتس على الدياجرام. في اربع انواع من الاسئله لازم تسالهن في الانترستبل بروفيشن انترستد بيزد ديسكشن، اربع انواع من الاسئله تسالهن للتريني. الاولى بالتاكد داز ذا ليرنر نو وات تو دو، هو عارف شن دار، يعني ليت ذا ليرنر اكسبلين ذا كيس، انت تو الحاله اللي تو تعاملت معها احكي لي عليها، شن درت لها وليش درتك؟ كتبت لها انت مثلا تخيل نتخيلوا كيس بتاع كومن كولد باهي، وكتب لها المريض شنو يكتبوا في الكومن كولد كذا، قولوا لي اللي يجيه برد ولا انفلونزا روشيتا شنو ينكتب فيها؟ بنادول، فيتامين سي، كولد ان فلو، انتي بايوتيك تمام. حنقول له انا باهي تمام، انت كتبت لك باهي، انت ليش درتك هاي؟ انت شنو تشخيصك؟ والله تشخيصي انها انفلونزا تمام جميل باهي، شنو اعطيتها في التريتمنت؟ والله كتبت له باراستامول، عليش؟ والله سبه عنده فيبر وعنده بودي ايك، هذا ريليف الفيبر وريليف البين كويس جود. شنو كتبت الاخرى؟ فيتامين سي، ليش؟ ليش؟ قوي المناعة، عندك ايفيدنس عليه الكلام هذا؟ هاي منين جايب هالمعلومة هذا؟ هي متأكد منها؟ عادي شوف جيب لي الايفيدنس اللي عليها. شن كتبت لاخرة؟ انتي بايوتيك، عليش؟ هو 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 قلت لي انت شن عنده تشخيصك؟ بانفلونزا فيروس ولا بكتيريال ديزيز؟ هل انتي بايوتيك يعالج فيرال ديزيزز؟ ليش كتبتها ماله؟ ممكن انت قلت لي عنده سكندري انفكشن، والله انت يو ار جيسنج، انت ما قلتليش، قلت لي عنده انفلونزا بس، فانت هيك تزيد فيها هيك وخلاص. هذا الدسكشن يجاوب هذين السؤال الاول، هو عارف شنو قاعد يدير ولا لا؟ انا خليه يدير وبعدين نناقش فيه في الاداره ونحاول انا ندير له ملاحظاتي فيدباك، عادي اقرا على الرول اوف فيتامين سي ان فلو، عادي اقرا على الرول اوف انتي بايوتكس ان فلو، ما هو مش يقتنع بأن غلط الإدارة، مش أنا حنقول له غلط، حنقول له هذين فيدباك هذين تو بي امبروفد، عادي أقرأ عليه هاي. بعدين السؤال الثاني أو المجموعة الثانية من الأسئلة، has the learner adequate background knowledge، معلومات الانديكيشنز الباثوفيسيولوجي الريزنينج
يقول له بقى كيف الباراسيتامول كيف ينقص في الفيفر؟ يعرف الميكانيزم. باهي شنو الانديكيشن اوف مثلا انتيبيوتيك في بيشنت عنده كومن كولد؟ لو مثلا قالت هي لو عندها سكندري بكتيريال انفكشن اون توب اوف ذا كومن كولد. نساله اسئله هذه مش في الحاله هذه تو. الحاله نقصتها هي تو اشياء اخرى. باهي بعدين is the learner aware about the risk and possible complication of the activity؟ بقى انت شنو اعطيته انتي بايوتيك؟ كتبت له انتي بايوتيك شنو يكتبوا؟ روشتات شنو يجي مكتوب فيه عادة؟ اوغمنتين. بقى انت تعرف السايد افكت بتاع الاوغمنتين؟ فما صرنش عند المريض هو مش انا اللي نسالك، تعرف السايد افكت بتاع الاوغمنتين اللي كتبته هذا؟ شنو ممكن يدير؟ شنو مشهور يدير الاوغمنتين؟ جي اي تي ابسيت. هاي واجدين سيرم درم بدون البين وفوميتنج في الدرم دايريا. شنو ممكن يدير اخرى؟ ممكن يدير دراج انديوس هيباتايتس صح؟ اه تمام. ناقشه الكيس ما صارش فيها، انا ناقشه بنشوف الباك جراوند نولج بتاعه، لقيتها مش عارف نقول عندي اقرا عليه، لقيتها عارف حاجه غلط دير لها كوركشن اتاكد منها. وبعدين what would you the learner do in case of unusual patient rare finding والله emerging risk of complication. نبدا هنا نحط الافتراضات اللي قلت لك كمان. بكان المريض هذا عنده كتبت لوغمنتين، بكان المريض هذا عنده الرجي للبنسلين شنو حدير له؟ هو المريض ما عندهش الرجي للبنسلين، انا نفترض فيها قال لانه هو ما جاتش حاله هكاي، فانا لازم نحطه في السيتويشن هذا. نبدا نحط في الافتراضات هذين ونخليه يطلع، احنا نطلع بعدها من اجابه الاسئله الاربعه هذين نطلعوا بالفيدباك بوينتس والبلان بتاع اليوم بتعدي تقرا هذين. يروح التريني عندما يقرا عنده بلان مكتوبه باهي نتيجه ايش؟ نتيجه ورك بليس بيزد اسسمنت، حاجه صارت وخذ عليها فيدباك وماشي تو بيقرا عليه، مش بكره لما تصير مره اخرى ما تكررش نفس الوضع هذا. اوكي. رابع طريقه ال 1 مينت بريسبتور. هنا في 5 مايكرو سكيلز يسموه فيهم باهي. تخلي المريض الطالب يشوف المريض باهي. غالبا يستخدموا فيها في الكلينيك هذا في الاوت بيشنت، لكن تنفع حتى في الان بيشنت. خليه يشوف المريض هو بروحه. وبعدين نقول له تعال قول لي هي get a commitment from the trainee start stating the diagnosis or plan. قول له تقول لي تشخيصك. commitment نجبره التزام انه يقول التشخيص بتاعه او التزام انه يقول التريتمنت بلان بتاعه، هذا عشان تبي تدير له. نقول لك ما تخليش يسمع لي اللي في الكتاب، نقدر نديروا له ونقدر نديروا، انت هذا عشان بتدير له مخصوص. اكتب لي هن على الورقه ولا قول له أنا تشخيصي كذا. خليه يلتزم بتشخيص. صحيح؟ ما ينفعش يعطيك كلام عام. هذه سكيل الأولى. السكيل الثانية بعد ما هو ورطته أنت في كلام قاله مسؤول عليه قاعد. Probe the trainee presentation presenting the supporting evidence. ليش قلتك؟ شنو قلت التشخيص؟ والله أنا أتوقع أنه يكون tuberculosis. عنده pulmonary tuberculosis. ما تقوليش والله احتمال يكون نيومونيا، احتمال يكون بارمونيا تيبكروسس، احتمال يكون برونكوجينيك كارسينوما، احتمال يكون برونكياكتسز. هذه ليست بتاعت كتاب. المريض هذا موست لايكلي في نظرك انت شنو؟ والله انا نقول موست لايكلي تيبركلوسس. نمسك فيها شنو الايفيدنس عنها تيبركلوسس؟ ليش قلتك؟ ايش معنى اخترتها من دون الاخرات؟ لازم يعطي ايفيدنس. ماهيش ما يقدرش يدير لي فين بالفيلينج. انا حاس انها تيوبركلوز. شنو مش حاس؟ اعطيني ايفيدنس. ليش قلت؟ قول والله لان مثلا الهيستوري بتاعها لونج ديوريشن، لان اسوشيتد وذ نايت سويتس ويت لوس، مثلا لان الاكس راي بتاعها فيها مثلا ابيكال كافيتي، لان في فاميلي هيستوري مثلا او في كونتاكت مع بيشنت تيوبركلوز. ايفيدنس هذين اللي سبورتنج. ليش انت قلتك؟ ما تعزقش حاجه هكايه بس لان يعني لانك انت بس يفيل هكاي حاسنها هك، او عندك تجربه خاصه مع مريض كان هكاي وطلع هك. لا
طلع هذا التشخيص. لا، لازم تقدر تعرف عليه شو تقول فيه الكلام هذا، evidence based. تمام؟ هذا الثاني بعد ما تجبر يقول تشخيصه أو يقول التريتمنت بلان بتاعه شنو يبي يدير له. أنا مانيش عارف شنو التشخيص، شنو المانجمنت بلان بتاعه؟ والله نبي نطلب له سي تي سكان. تمام، ليش تبي تطلب له سي تي سكان؟ ليش ما طلبت له ام ار اي؟ ليش ما اكتفيتش بالاكس راي؟ ينفع دير له التراساوند؟ اي تبدا تناقش فيه بالمنطق. المجبر كل حاجه يقولها لازم عندها لها تعليل منطقي. هذه الثانيه، الاولى تخليه يقول يلزم روحه بتشخيص او ببلان. الثانيه نسال على ايفيدنس سبورتنج التشخيص بتاعه او سبورتنج البلان بتاعه، ليش قالها. الثالثه reinforce that the trainee what trainee has done well. الحاجه اللي دارها كويس نقول له هذه كويسه، هذه مضبوط درتها باهي. والحاجه اللي ما دارهاش كويس نعطيه عليها ستيب الخامس الرابعه constructive feedback. شفتوا ما فيش وحده ما قلناش فيها constructive feedback. ستيب الاخيره teach some general rules، اعطيه قواعد عامه عن الحاله كيف هذا هي، تعطيه شويه بوينتس كام ملاحظات عامه. كلها هذه كلها ما تاخذش 10 دقائق على بعض. تمام، هذه طريقه اخرى من طرق الدسكشن في الورك بليس بيزد اسسمنت. اخر طريقه اللي هي سنابس. سنابس هذا نيومونيك، يعني اختصار لخمس كلمات او ست كلمات باهي. Student summarize or condense the facts. نفس الشيء، هو حيكون شايف مريض ويجي يعطيني السمري بتاع المريض. تمام، وهنا نطلب منه differential diagnosis للحالة اللي هو شايفها، ولا أعطيني ما بين 2 to 3 بس ضيق لي differential diagnosis، وبعدين نقول له analyze the differential diagnosis. يبدأ يناقش فيهن هو ليش قال هذه، ليش الاحتمالات الثلاثة هذه ممكنات، شنو الاحتمال الأكثر رجاحة most likely. نفس الطريقة اللي من بدري اللي قلت له قول لي supporting evidence. بعدين نبدأ نسأل فيه في أسئلة عن الحالة هذا هي كويس، probing questions حسب ما هو شن قال، نبدأ نسأل فيه في أسئلة عليها. وبعدين نحط المانجمنت بلان، هو تريني يحط المانجمنت بلان بتاعه. انا متخيل المريض هذا حندير له 1 2 3، وبعدين نطلعه سيلف دايركتد ليرنينج بوينتس، نطلعه من خلال الدسكشن هذا البوينتس اللي يبان لنا الفيدباك. هذين محتاج انت تعدي تقران تاخذهم تروح سيلف ليرنينج تقران تعلم عليه. هي تقريبا تشبه لل 1 مينت بريسبتر لكن بترتيب شويه مختلف بقى، لكن هي نفس الفكره. هذه آخر طريقة هنحكوا عليها اليوم. حكينا على 6 طرق بيزد على الأوبزرفيشن و5 طرق بيزد على الدسكشن باهي، وكلهن فيهن فيدباك، لأن بدون الفيدباك مينينجلس. هذه باهي فكرة كلها أن هذا مش امتحان نجاح وسقوط، هذا امتحان فورماتيف أسسمنت باهي، أسسمنت فور ليرنينج عدد مالتيبل تايمز. وجدات حيديرها لو ستيك، ما فيش عليهم ماركس، فيش عليهم نجاح وسقوط، لكن ضروري يكون فيهن كونستراكتيف فيدباك. ياخذ الطالب او متدرب باش يعدي يشتغل على روحه ويصلح روحه، بحيث ان احنا قلنا هنا قاعدين مونيتورنج بالضبط نفس فكره في الجوده. عارفين مش في حاجه اسمها كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس؟ شو الفرق؟ الكواليتي كنترول طلعت هي الاولى زمان، انه قال لك المنتج الرديء ما يمشيش للسوق، ما يمشيش للمستهلك، فحاطين واحد في نهايه الخط الباكو اللي مصفط ولا طرف الحلوى اللي مكسور ولا هني كذا، حوله اللي يمشي يخش في الصندوق يمشي للسوق هو الكويس. بس هذا اسمه شنو؟ كواليتي كنترول، لانه مهتم ايش؟ بالمنتج النهائي، بالبرودكت. البرودكت اللي ما ينفعش ما يطلعش. هذا اللي نديره فيه في السماتيف اسسمنت، كواليتي كنترول. الطالب اللي مستواه ضعيف ما يطلعش يرد، والاخر يمشي. بس هذا من ناحيه الصناعه، مش هذا ويست
هذه مش مواد صرفا على المنتج هذايا وخربا ما بنعزقوه انت وما ينفعنش. لا هذا خسارة قولها معاش ينفع الكواليتي كنترول. لازم احنا مفروض هذين اصلا ليش يطلعن هيك؟ المفروض ما يطلعنش ما ينفعنش. قالوا لا احنا نراقب العملية التصنيعية من بدايتها وفي كل نقطة لو اكتشفنا في مشكلة نصلحوها باش ما يطلع ليش برودكت ما ينفعش نعزقه. كلهن يطلعن ينفعن في النهاية. هذا اسمها الكواليتي اشورنس، انك انت تهتم بالبروسس نفسها، مراقبة البروسس وتصحيحها اول باول، باش في نهاية البروسس ما يجيش عندك برودكت معطوب او معيب تضطر انك تحوله. الساماتيف اسسمنت هو هذا كواليتي كنترول، يبحث في البرودكت الكويس يمشيه والعطيب يمسكه. لكن الفورماتيف اسسمنت هو كيف الكواليتي اشورنس، هو يراقب في البروسس كلها ويصلح فيها اول باول، يراقب في الطالب ويقيم فيه ويصلح في مشاكله اول باول، باش ما فيش طالب يوصل عندي في النهايه هو ضعيف وما يقدرش ينجح. واضحه الفكره؟ يبقى ان سامري الليرنينج، هنراجعوا بس كلامي قلناه كله في وان سلايد وتو سلايدز. Learning is the key purpose of assessment. من جديد، هدف التقييم هو التعلم مش العقاب. قيموا في الطالب بيش يتعلم. Learning for assessment، هذا هو الهدف الرئيسي. Formative assessment is assessment for learning مش assessment of learning. تقييم من أجل التعلم. Okay. الفيدباك is the core component of formative assessment. بدون فيدباك ما فيش formative assessment. Waste of time اللي دير فيه انت. Workplace-based assessment is a method of assessing an individual skill, individual's skill يعني مهارات الشخص أو معرفته in real work setting. في 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 وضع العمل الحقيقي الطبيعي. شنو مميزات Workplace-based assessment؟ ذكروهن. قلنا كم نقطة بدري، كل واحد يحاول بس يجيب. فورماتيف اهي، فريكوينت، لو ستيك، دايجنوستيك، هذين كلهم تاع الفورماتيف صح. اوكي يكون في الورك بليس باهي تمام. فورماتيف اسسمنت كونتينوس، مالتيبل انكاونترز، مالتيبل اسيسورز ومالتيبل كونتكست. بروفايدز فيدباك ما قلتوهاش باهي. ميجر البروجريس اند ايدنتيفاي ارياز فور امبروفمنت، هو هذا الهدف منه باهي. شنو الميثودز اللي قلناها بتاع الورك بليس بيزد اسسمنت؟ كذا قولون لي. قسمناها مجموعتين احنا، اوبزرفيشن بيزد، دسكشن بيزد، وفي وحده قلنا برودكت اوبزرفيشن بروحها ما حكيناش عليها. الاوبزرفيشن بيزد ميثود شنو تذكروا منهن؟ ميني كاكس، الدوبس، والبلايندد بيشنت، ها ها المالتي سورس، لا هذاك دسكشن نحكوا على اوبزرفيشنز احنا تو اي. فقلنا في اوبزرفيشنز دسكشن، الاوبزرفيشن قلنا الميني كلينيكال ايفالويشن اكسرسايز ميني كيكس، الدوبس، المالتي سورس، وهذين قلنا هن اهم وحدات والميجر. في طرق اخرى شويه اقل، كيف الكلينيكال انكاونتر كارد والكلينيكال ورك سامبلينج والبلايندد بيشنت انكاونترز. الدسكشن بيزد كم قلنا طريقه؟ خمسه قلنا احنا. شنو هن؟ ايوه كيس بيزد دسكشن والانترستمنت بيزد دسكشن، وقلنا هن تطويرات لبعضهن باي. هذه الاولى، وبعدين اشتقت منها الثانيه، وبعدين اشتقت منها الثالثه، وبعدين عندنا الوان مينت بريسبتور، وعندنا سنابس. هذين تقريبا حكينا توا على هيك حوالي 11
طريقة من طرق الورك بليس بيزد أسسمنت، أوكي؟ في غيرهن، هاي، لكن هذين أشهرهن. بالنسبة لي إحنا لو حتى لو فكرنا ننطبقه، يعني عندنا في الأوبزرفيشن عندنا الثلاثة الأولات، هاي، هذين هن أهمهن. الأولى والثانية يشبهن بعضهن، بس هذاهي للهستري والكلينيكال اكزامينيشن بروفيشناليزم وكذا، وهذاهي بالبروسيجر. المالتي سورس فيدباك قلنا تندار مرتين في السنة، كوشينيرز توزعهن على كم واحد وتشوف رأيهم فيه، فهذه مش حديرها بشكل فريكوينت مرتين في السنة. هذين لو درتهن للطالب وانس ويكلي، كل أسبوع حيدير وحدة من هذه وحدة من هذا، شوف أنت في كم حيدير وحدة الطالب، كم حيتجمع عليه انفورميشن على مدى سنة. الكيس بيزد الديسكشن بيزد ميثودز، طبعا هذين ثلاثه يشبهن بعضهم فنختار منهم واحده. يعني مثلا لو اخذنا الكيس بيزد هذا هي واستخدمناها، طريقه رابعه يعني تقدر مثلا اسبوع تدير واحده من هذين واسبوع تدير واحده من هذين، وهذا حديرها توايس بير ويك توايس بير يير. يعني ممكن انت تطبقها، مش ضروري تطبقها معناها وانت بتدير عدد رهيب منهن، خاصه في البدايات دير وحدات محدودة لين الناس تتعود وتاخذ على الوضع وتثبتها انت، مع الوقت يبدا يزيدها. ما قلت لك في الاندر جراديوت شوية صعبة، هي اساسا من البوست جراديوت، لان البوست جراديوت هو مجبر يديرها كشغلة اليومي. انت معك واحد تريني من 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 الليبيان بورد ملزم بركب كانيرا، صح؟ ما مشغله، بس ما ركبهاش بروحها، يركبها وانا نقيم فيه ونعطيه فيدباك وكذا، يبدا نين يتقنها الكانيرا. نعم، شنو البديل عندنا احنا؟ هذا مثلا عندنا مشكله في الاوسكي في السكيلز اللي يجي يسمع الطلبه معنا، انك انت تدير الاوسكي، انك انت تدير الاوسكي فورماتيف، دير مالتيبل اوسكيس للطلبه بس من غير نجاح، بشكل مره تعطيه فيدباك وتصلحك وتصلحك، ما يجيش هو في الاوسكي الصمت بالنهائي الا هو يتقنها. مش ضروري اوسكي يكون مالتيبل ستيشنز، ممكن ستيشن واحده بس، كل مره يجي على ستيشن واحده يعودها انه يتقنها. الهيستوري تم يدير فيه كويس، الاكزامينيشن تم يدير فيه كويس، باي وات ايفر بروسيجر معينه تم يدير فيها كويس. الورك بليس بيزد اسسمنت مكانه الاساسي هو في البوست جراديويت، لكن الجامعات في العالم بدأني يخشن فيه حتى في الاندر جراديويت. طبعا الفاسيلتيز بتاعهم احسن باهي منا احنا، لكن احنا خلينا على الاقل الكونسبت نشوفه شنو ممكن نديره لما يبدو طلبتنا يمشوا في سنه خامسه والله في الامتياز، امتياز بالذات متناسب، لان الامتياز قاعد في المستشفى مش عندي انا، ينفع نخلي روته الامتياز بدل ما يجيب لي في توقيعات وخلاص، ينفع ندير له مجموعه من هذين يديرهن اوفر لير بتاع الامتياز هذا، ندير لهم فورمات ونتفق مع البريسبتور اللي غادي نوريهم كيف يعبوهن، ونتفق معهم ان كل اسبوع يعبوا لي عليهم تقرير. هذه مثلا في الاندر جراديويت انسب مكان هو ربما الامتياز ان نديروها فيه، وعلى ريل بيشنت لانها ورك بليس بديرها في مكان العمل، ما نديرش ديرها في السكيلز لاب. في اي سؤال اخرى؟ واضحه الفكره؟ فكره الفورماتيف اسسمنت تقدر تديرها حتى برا الورك بليس بيزد، في اي طريقه في الام سي كيو تقدر تديرها فورماتيف، الاوسكي تقدر تدير فيها فورماتيف، المعمل العادي اللي تقدر تدير فيه فورماتيف، باهي كله معتمد على انك يديرها ونعطيه فيدباك وما نعطيش درجات، ما نقبش عليه، وهو الفيدباك ياخذ يتعلم به ونعودها له مره اخرى، مرتين ثلاثه اربعه قبل ما يوصل للامتحان الحقيقي. هذا كله فورماتيف نقدر نديرها في كل حاجه. نفس الكونسبت نقلناها احنا للورك بليس بيزد اسسمنت، ان في دار فورماتيف حتى هو، بس ركي على ريل بيشنت في ريل وورد سيتويشنز. اوكي، ما هو شويه صعبه، لو درت عليها درجات هيجد فيها عقاب. الفورماتيف ممكن تدير عليها درجات اللي ما لهنش قيمه، يعني مش هتذكري زمان احنا كنا تيتوريال يديرون عليها في درجه واحده، بقى لي حتى لو انت راحت منك مش حضرتك تخش تجاوب 20 ام سي كيو
بغض النظر كم يعني هي تطلع درجة في النهاية. لو ستيك هذه مش مشكلة باي، لكن لو عليها درجة محترمة لو راحت تنظر ما أنا معش تم لو ستيك، هنا تم الطالب يفكر في الدرجة ما يفكرش في التعلم. تبي الطالب ريلاكست مش همت الدرجة تريح ونغلط ولا ما نغلطش، أنا همتي نعرف الصح شنو. لكن لما تحط له فيها درجات قد هامة الدرجة، وبالتالي شوية هيتأثر البرفورمانس. أوكي شكرا لكم.